المهندسين المصريين. نعم، إنهم المهندسون المصريون، مهما تباعدت بهم المسافات وفرقت بينهم وبين بلدهم الصحارى والجبال والبحار والمحيطات، يبقى ترابطهم وتوحدهم واصطفافهم يميزهم حيثما ذهبوا وأينما كانوا. وهنا في المملكة العربية السعودية وفي العاصمة الرياض على وجه الخصوص، نشأ كيان على درجة من الاحترافية والإبداع تحت مسمى جمعية المهندسين المصريين، انطلق عام 2005 ميلادية ليحقق أهداف كوكبة من المهندسين المصريين بالسعودية وطموحاتهم، ويحول أحلامهم إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع. ويظل عام التأسيس 2005 ميلادية عاما مشهودا في تاريخ المهندسين المصريين بالسعودية، ومحطة ناجحة تلتها محطات أخرى من الريادة والتميز عبر هيكلة مجلس الإدارة والشعب والتخصصات المختلفة من كهرباء، مدنية، ميكانيكا، عمارة، تقنية معلومات واللجان المتعددة، حتى أصبحت جمعية المهندسين المصريين هي الممثلة الوحيدة لنقابة المهندسين المصرية بالمملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق وثقت روابط التعاون مع الكيانات التي تهتم بالمهندس جميعها لتحافظ على تميزه وترفع من قدره وتعزز من دوره الريادي في ممارسة مهنته وأداء واجبه. وقد تكللت هذه الجهود المخلصة جميعا بحصول جمعية المهندسين المصريين بالسعودية على شهادة الآيزو 9001، نظير ما التزمت به من معايير ومواصفات الجودة العالمية. فكرة تأسيس جمعية المهندسين بدأت في أواخر سنة 2005، الحمد لله نجحنا في تأسيسها في ديسمبر 2005. حطينا أسس أن احنا نرتقي بالمهندس المصري وقدراته، فركزنا في الفترة الأولانية أن احنا نعمل أكبر قدر ممكن من الدورات التدريبية نرتقي بها بالمهندس المصري، وبعدين ركزنا على محور الاجتماعي، يبقى في علاقات بين المهندسين وأسرهم في لقاءات دورية. والمحور الثالث اللي ركزنا عليه ان احنا نعمل حدث تقني كبير يجمع بين المهندسين المصريين ويكون نوال التقائهم بالشركات الكبرى، وقدرنا نعمل اول مؤتمر للمهندسين واللي استمر بعد كده لحد دلوقتي. حققت جمعية المهندسين المصريين بالسعودية بفضل الله اولا ثم بجهود كوادرها وشبابها نقلة نوعية في سبيل التميز المهني عبر تنظيم العديد من الدورات المهنية الحديثة والمحاضرات العلمية المتخصصة وتشجيع ودعم الأعضاء على متابعة دراساتهم العليا والتواصل مع الجمعيات العلمية والمهنية محليا ودوليا في مجال تخصص الأعضاء والاستفادة من إمكاناتها في دعم روادها علميا ومهنيا ومد جسور التواصل مع الجهات الرسمية والهندسية في مصر والمملكة. ويبقى من أهم ما سعت الجمعية لتحقيقه توثيق التواصل المجتمعي بين المهندسين المصريين بالسعودية خلال الرعاية الاجتماعية والترفيهية، إذ عمقت مفهوم التكافل الاجتماعي بين أعضاء الجمعية وقدمت نموذجا رائعا في تحقيق سلسلة من الأهداف الاجتماعية من خلال اليوم الاجتماعي لأسر المهندسين وتواصله بشكل منتظم
لإيجاد مناخ ثقافي اجتماعي رياضي ترفيهي مصري تغلب عليه نكهة المحافظة على روح الأصالة والانتماء للوطن الأم. كان لابد من تطوير جمعية المهندسين بعد التأسيس، فكان لابد من تعديل اللائحة الداخلية للجمعية لضبط عملية المسؤوليات والعلاقات بين أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب والشؤون الإدارية والشؤون المالية. وبحمد الله تم توسيع دائرة المشاركة لجميع المهندسين بإضافة الشعب الهندسية في اللائحة ووضع الضوابط الخاصة بكل شعبة. وكان للعمل الداخلي المنظم لابد من حصول الجمعية على شهادة الجودة، فبحمد الله تم الحصول على شهادة الأيزو 9001 ل2008، وبذلك قد استكملنا المنظومة الداخلية المنظمة المؤسسية الكيان القائم لجمعية المهندسين المصريين بالمملكة. تبنت الجمعية العديد من الأهداف والخطط الاستراتيجية الثابتة التي تعمل على إنجازها وفق ضوابط ولوائح الجمعية وأخرى متغيرة حسب ظروف وقتها وتحقيقها، لعل من أبرزها الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع تطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء الجمعية لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، كذلك تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية التي تخدم المهنة وتسهم في تطوير العمل الهندسي وتوطين التقنية. ولعل انطلاقة الملتقى السنوي الهندسي منذ عام 2009 وتواصله بلا انقطاع رغم الكثير من المتغيرات التي شهدتها المنطقة دليل راسخ على مهنية واحترافية العمل بالجمعية والابتعاد التام عن مناطق الخلافات والاختلافات الأيديولوجية والسياسية. بعد مرحلة التأسيس المرحلة الأولى وتلتها المرحلة الثانية التطوير والاستقرار الداخلي، كان لابد من انطلاقة مكملة ثالثة لتحقيق الهدف المنشود وهو أن يكون المهندس المصري فخورا بوطنه وفخرا له. كان لابد من مد أطر التعاون مع مجموعة من الهيئات العلمية والأكاديمية والمهنية الأخرى خارج المملكة العربية السعودية، كان التركيز الأوسع أو الأكبر فيها في مصر، فكان بروتوكول تعاون في المستوى العلمي والتطوير المهني مع جامعة حلوان، وكانت بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية، وكان بروتوكول تعاون مع مركز بحوث البناء والإسكان، وكان بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للمقاولات التشييد والبناء وعدة هيئات علمية أخرى. هذا كله ليصب في صالح رفع قيمة وقدر ومهارة المهندس المصري المقيم في المملكة العربية السعودية. ولعل سجل النشاط في خلال عام 2015 الزاخر والعامر بالكثير من الدورات المهنية والمحاضرات العلمية والاستكمال سلسلة المؤتمرات التي بدأت من المؤتمر الأول عام 2009 إلى المؤتمر الثامن القادم في مايو 2016 إن شاء الله خير دليل على ما نصبو إليه وما نسعى إليه والجهود المبذولة في هذا الصدد.
ونحن على موعد مع الملتقى السنوي الثامن والذي يستمر على نهجه الثابت لتصب كل الفعاليات والرؤى والدراسات في إضافة الجديد والمفيد لتكون الهندسة بحق رافد العطاء الأول للأوطان والأكثر التصاقاً بالاحتياج الفعلي للمواطن العربي في عالمنا المعاصر وبهدف عالي القيمة. عنونت الجمعية نوافذها الإعلامية بأن يكون المهندس المصري فخوراً بوطنه وفخراً له. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوة الأفاضل، أهلاً ومرحباً بحضراتكم جميعاً في ليلة جديدة من ليالي مبادرة تواصل تطوير، والتي تنظمها جمعية المهندسين المصريين بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بجمهورية مصر العربية. موعدنا ليلة إن شاء الله مع المحاضرة رقم 119 منذ انطلاقة المبادرة في أبريل الماضي، أبريل 2020. والليلة إن شاء الله موعدنا مع محاضر له في مجاله القدرة والمقام الكبير، وهو يطل علينا الإطلالة الأولى عبر نوافذ الجمعية، المهندس عمر سليم، ومحاضرة بعنوان أساسيات نمذجة معلومات البناء البيم. المهندس عمر لعله معروف لدى الجميع ممن يهتم بهذا النوع وهذا التخصص من العلوم الهندسية، وهو مدير لمشاريع نمذجة معلومات البناء بخبرة استمرت لأكثر من 10 سنوات، وهو مساعد باحث بجامعة قطر، وهو مؤسس مجلة بي ام عربية، وكذلك محرر لقاموس البيم النسخة العربية. قام بالاشتراك في تجهيز الأنظمة للعديد من المشاريع الكبيرة مع شركات مثل إيهاف قطر ويو سي سي قطر وسعودي ديار في مصر. قام بالعمل في جزئية الدعم مجال نمذجة معلومات البناء، وكذلك في مجال التنسيق ومجال تطوير المحتوى للعديد من الفرق العاملة بتكنولوجيا البيم. يؤمن المهندس عمر بأهمية البيم وأهمية استخدامه بديلا عن الطرق التقليدية المتعبة، وبأنه ليس مجرد أداة استعراضية ثلاثية الأبعاد. قام بالعمل مع العديد من الاستشاريين في الهندسة المعمارية والإنشائية بهدف تطوير معايير تنسيق للمشاريع لتقليل نسب الخطأ ومشاكل التقاطعات، وهو متخصص في إدارة البيم وكذلك النمذجة ثلاثية الأبعاد، وايضا في التدريب والعمل في مشاريع البيم مع الفرق والتخصصات المختلفه، وشارك في العديد من الابحاث والاوراق البحثيه. محاضرتنا اليوم هتشمل تعريف للبيم وفوائد البيم ودوره حياه المبنى من التصميم والتنفيذ والتشغيل، واداره المشروع من خلال البيم، واداره المبنى من خلال البيم ايضا، والتحول من نمذجه معلومات الى نظام اداره المباني. حرصا منا على هذا المجال ونشره، أعتقد قدمنا سابقاً محاضرتين في هذا الموضوع من خلال 118 محاضرة. موعدنا اليوم مع انطلاقة جديدة لأحد الوجوه الجديدة على فعاليات الجمعية، ولكن له بصمة في هذا المجال، المهندس عمر سليم. كما تعلمون المحاضرة ساعة ونصف، يعقبها نصف على النقاشات والأسئلة حول موضوع المحاضرة أو مجال عمل وتخصص محاضرنا. المحاضرة تبث كما تعلمون عبر صفحتنا على الفيسبوك وقناة يوتيوب الخاصة بالجمعية. المادة العلمية ستجدونها إن شاء الله على حساب الجمعية على لينكدين. الراغبين في شهادة الحضور عليهم تعبئة نموذج التقييم الذي تجدونه في نهاية المحاضرة في الشات وعلى قناة تليجرام الخاصة بالجمعية. مهندس عمر، أهلا بك مع إطلالتك الأولى عبر نوافذ الجمعية، وإن شاء الله لها يتبعها إطلالات أخرى ذات ثراء ومتميزة. نرحب بك وبالتوفيق إن شاء الله. جزاكم الله كل خير أستاذنا الفاضل باشمهندس هشام شافعي، وربنا يجعله في ميزان حسناتك المجهود الكبير في الجمعية، باشمهندس سامح جلال، وطبعا أستاذنا المهندس حسين القاضي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على موضوع البيم ببساطة وباختصار، يعني من البداية خالص. يعني لو قلنا البيم هو اختصار Building Information، في بعض الكتب بتقولها Modeling، وفي بعض الكتب بتخليها Management. بصراحة الواحد بيفضل مصطلح Management، لأنه الموضوع مش مجرد أن أنا بعمل حاجة 3D وخلاص، لا، ده أنا لازم أعمل حاجة يكون فيها فايدة لمديري المشروع ولكل المهندسين الموجودين في المشروع، على أساسه يقدر يتخذ قرار. يعني حتى أساليب الإدارة اللي هي BMB أو الأجايل أو اللين، كل الأساليب دي بتأكد على أهمية إن الواحد يستخدم
اداه او تولز اللي هي البيلدنج انفورميشن مانجمنت اللي هي البيم. يعني هو مش علم مستقل بذاته، لا هي اداه هتفيدك مهما كان التخصص بتاعك، سواء معماري او انشائي او الكتروميكانيكال، هتلاقي الاداه دي بتساعدك. فليه الواحد يفضل يستخدم اداه عفى عليها الزمن وادمت، بينما في ادوات حديثه ممكن الواحد يستخدمها. يعني لو احنا بصينا كده من قديم الزمان جدا، وده مثلا برج بابل من اكتر من 1000 سنه، كان تفكير الملك نفسه اللي امر بالبناء المشروع ده هيتكلف وقت قد ايه وهيتكلف فلوس قد ايه. فدي من الحاجات اللي الواحد لازم يكون عارفها قبل ما يتخذ اي قرار في المشروع. فممكن يكون مثلا المشروع اللي امرنا ببنائه هياخد 20 سنه او 30 سنه، بينما احنا في حاجه لازم تتعمل قبل كده. يعني مثلا دلوقتي في قطر مهتمين مثلا بكاس العالم، فهو عايز يفتتح كل المشاريع خلال سنه، فلو في مشروع مش هينفع يتعمل خلال سنه، لا مش عايزينه، ممكن ناجله. طب التكلفه بتاعته قد ايه؟ يعني في بعض المشاريع زمان كان الملك بيأمر ببنائه بميزانيه مفتوحه، تمام، زي مثلا قبه الصخره، الخليفه عبد الملك مروان قال لهم معاكم الميزانيه مفتوحه، خدوا كل الذهب اللي انتوا عايزينه، بس المهم يطلع بالشكل اللائق. في مصر السلطان حسن امر ببناء مسجد يكون الساحه بتاعته اوسع من ايوان كسرى، وكلف كتير جدا، حتى قال مقوله مشهوره: لولا ان يقال ان سلطان مصر لا يستطيع بناء مسجد لامرت بوقف البناء. يعني فعلا كان قضى على الميزانيه بتاعت الدوله، وخد وقت كتير جدا يعني. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نفكر فيها. الاساليب التقليديه بتعتمد على الخبره، ده الخبره. انا مثلا عملت فندق، فمطلوب مني فندق قريب منه، فبشوف الاختلافات واقدر التكلفه واقدر الوقت من خلال الخبره. بس لو جه مشروع يونيك او مشروع فريد من نوعه او مشروع ما اشتغلتش فيه قبل كده، فده بيبقى عائق. والخليج في الفتره ديت سواء في السعوديه ما شاء الله، الامارات، قطر، مشاريع ضخمه جدا ومشاريع مش موجوده في العالم كله. يعني حتى لما بندخل المنتديات في امريكا واوروبا بيقعدوا يقولوا ان فعلا المشاريع صعبه انها تتعمل في اوروبا وصعبه تتعمل في امريكا واستراليا. ما فيش حد ممكن يتبنى مشاريع بالحجم الكبير دوت وبالتكلفه الكبيره دي غير في الخليج. وهتلاقي فعلا المجلات الاوروبيه في المهتمه بالعماره بتبدا تغطي جزء كبير جدا من المشاريع اللي موجوده في المنطقه. فلذلك ما ينفعش ان احنا نستخدمها بالاسلوب التقليدي، تمام. من زمان جدا، من الاف السنين، والناس بتبدا تعمل المخططات. يعني ده مثلا موجود في احد المعابد بتاعت الرعامسه من الاف السنين، وموجود اعتقد من 4000 سنه حاجه زي كده، ده تخطيط للمبنى، تمام. فاحنا عايزين بقى ننتقل من زي ما انتقلنا من مرحله الرسم بالايد لمرحله الكمبيوتر، ننتقل لتبني تكنولوجيا زي تكنولوجيا البيم. ده مثلا برضو من ضمن المخططات، ده ايام زمان. فاحنا عايزين التكنولوجيا الحديثه اللي تخليني اشوف الحاجه 3 دي و4 دي و5 دي زي ما شفنا بعض المصطلحات دي. ده برضو واحد المخططات من زمان. ده مثلا مخطط كان او نموذج كان معمول سنه 1672، ده اتعمل الموديل قبل ما يبداوا في بناء المبنى دوت، وبعد ما خلصوه دخلوا الموديل دوت جوه المبنى بعد ما خلص. فكان النموذج موجود لكل العاملين يقدروا يشوفوه ويتخيلوا شكل المشروع هيبقى عامل ازاي لما يخلص. فده في اللين مانجمنت بيسموها اللاست بلانر، ان كل العاملين اللي شغالين في المشروع فاهمين المشروع كله عباره عن ايه، وفاهمين الدور بتاعهم ايه، وفاهمين قيمه اللي هم بيعملوه. طيب لو احنا جينا نبص على قطاعات الصناعه غير صناعه الانشاءات الكونستراكشن، هنلاقي ان في طفره كبيره جدا في كل الصناعات. يعني في مجال الموبايلات، في مجال السيارات، في طفره كبيره جدا، ما عدا في الكونستراكشن ما فيش اي طفره خالص يعتبر في ال50 سنه اللي فاتوا الا تكنولوجيا البيم. وده بابحاث دكتوراه مثبته، ويعني صديق لنا من السعوديه كان في استراليا وعمل الدكتوراه بتاعته في ان هو يقارن بين رسائل بين التطور اللي حصل في الصناعات، فلقى ان هي الحاجه الوحيده هي البيم، وعمل الطفره وخلت فيه كذا تكنولوجيا تدخل من خلال انها وفرت المعلومات اللي نقدر نبني من خلالها، زي الاوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي، وهنجي لهم ان شاء الله. في مشاكل كتيره بتحصل في قطاع الانشاءات، زي ان انا بنشتغل على كذا ستيج او كذا مرحله، فممكن وانا بنقل مرحله لمرحله يحصل فقد المعلومات لو انا معتمد على الحاجات المطبوعه او معتمد على
الكاد. انما في تكنولوجيا البيم هو موديل واحد وببدا ان انا اطور فيه. ليه البيم ظهر؟ ظهر لان في تحديات كتيره جدا في مجال الكونستراكشن، وحصل مشاكل كتيره جدا، في ريسك كبير في ان المالك ما بقاش متخيل شكل المبنى، بيحصل فيه كراشات كتيره في الموقع، فبنضطر ان احنا نهد ونبني، وفعلا بيحصل هدر ممكن 30% من الماتيريال، فمشاكل كتيره جدا عماله تحصل. في مشكله كبيره جدا في الكوردينيشن، ان انا مش قادر اعرف الكلاشات فين غير واحنا في قلب السايت واحنا بنبني، في ان ممكن اضطر ان انا اكسر حاجات او ابني او ادمج حاجات، او مثلا على سبيل المثال الدكت بتاع التكييف ممكن يجي من المصنع متقطع بطريقه غير مظبوطه، فاضطر ان انا اعيد التقطيع بتاعه، وده بيحصل مشاكل كتير جدا. في مشكله كبيره جدا في مجال الانشاءات. فصديق لينا مصري موجود في الامارات كان عمل دراسه قبل ما يسمع موضوع البيم، وقعد يحصي المشاكل اللي موجوده في مجال الكونستراكشن، وتقريبا كان في حدود 30 مشكله، وقال لك رساله الدكتوراه عباره عن حصر المشاكل بدون الحديث عن اي حلول، انا ما عنديش حلول. لكن حضر محاضره، قدر الله انه حضر محاضره عن البيم، ولقى ان البيم هيحلوا 30 مشكله كلهم، ما فيش مشكله مش هيقدر يتدخل ويحلها، كان في حاجه سحريه بتحصل. فبدأنا نفكر هل الكاد هو البذره بتاعت البيم؟ لا، في اختلاف كبير جدا زي ما نشوف مع بعض، ان الكاد عناصر مش سمارت، يعني انا برسم لاين، برسم سيركل ملوش علاقه بالمبنى، يعني ازاي افرق ان ده الخطين دول حائط ولا كيبل تري ولا دكت ولا ايه بالظبط؟ من خلال ان هو محطوط على اللاير، وغالبا احنا بنحط الحاجات على اللاير غلط. لا، البيم لما اجي ارسم لازم اقول له ان انا هرسم وول، فبياخد معلومات الوول، لازم اقول له ان انا هرسم ضغط فياخد معلومات الضغط، ما ينفعش ان انا ارسم حاجه غير في المجال بتاعه. طيب، ده الاوتوكاد احنا اشتغلنا بيه سنين كتيره جدا، فعشان بعد ما اتعلمنا وحفظناه بقى لنا 25 سنه مثلا شغالين فيه، فان احنا ننقل منه لتكنولوجيا حديثه لازم التكنولوجيا دي تكون قويه وتستاهل. ونلاحظ ان الاوتوكاد اصلا بقى فيه 3D. طب ايه الفرق بينه وبين البيم؟ فروق كتيره جدا، زي مثلا ان انا لو عملت سيلكت على اي عنصر في البيم يبدا يقول لي ان ده حائط او ان ده كيبل تري، لو قلت له اعمل لي حصر هو اوتوماتيك عارف كل حاجه موجوده فين، فيقدر يقول لي انا عندي مثلا 50 شباك والمساحه بتاعتهم كذا، يديني كل الانفورميشن اللي انا ممكن اقعد اسبوع كامل عشان اعمل له الحصر، او اقعد اسبوع كامل عشان اعرف اماكن الكلاشات، فهو ممكن يوجد لي اماكن الكلاشات بضغطه زر. طيب، لما جينا نشوف الاني الاسرع في الشغل، وجبنا نفس المشروع وخلينا في ناس تشتغل هنا وناس تشتغل هنا، والناس دي خبره قد الناس الخبره ديت، يعني ناس شغاله 5 سنين كاد ودول ناس شغاله 5 سنين في البيم، فلقينا ان هو في مرحله سكيماتيك وفر نص الوقت البيم، لان في مرحله ديزاين ديفلوبمنت تقريبا وفر 50%، في مرحله الكونستراكشن دوكيومنتيشن وفر وقت كتير برضه في 11%، مرحله التشيك والكوردينيشن وفر 91% لانه اوجد لي المشاكل، احنا كنا بنقعد نمشي مثلا في الطرق عشان نوجد المشاكل و والمبنى كان بياخد مننا وقت كتير جدا، فدلوقتي بضغط الزر بيوجد لي المشاكل الموجوده فين، فوفر عليا وقت كتير جدا. طيب، السؤال، البيم بيبدا من انهي مرحله؟ بيبدا من اول ما نبدا نفكر في المشروع، يعني في ناس بتيجي تقول لك ايه، انا عندي في تندر نازل وعايز اعرف هيتكلف كام، اعمل لي موديل بيم، مش عايز منه اي حاجه خالص غير ان انا اعرف المشروع ده اخده بكام اكون كسبان فيه. فبنبدا نشتغل من اول مرحله، من مرحله البلاننج او مرحله لسه ما خدناش المشروع، لمرحله الديزاين، للديتيل ديزاين، للكونستراكشن، لمرحله الاوبريشن، تشغيل المبنى، يعني حتى بعد ما المشروع بيخلص الموديل ده الناس اللي شغاله على الاوبريشن بتبدا تشتغل عليه. تمام؟ طيب، حتى واحنا بنهد المبنى بنبدا نعمل اناليسيز ونبدا نعرف ايه الاعمده اللي اثرت عليها، المبنى يقع كده ما يقعش على المباني اللي حواليه، لا يقع راسي بحيث ان هو ما يسببش اذى للمباني اللي حواليه، فحتى اثناء الهدم بنستخدم الموديل بتاع البيم. لو احنا شفنا كده بنلاقي ان هنا في الكاد هو عباره عن 2 دي، العناصر غير ذكيه، لو عملت سيلكت على اي عنصر مش مفهوم، هنا لا بيبقى في 2 دي و3 دي و4 دي و5 دي و6 دي و7 دي وفي 8 دي، يعني في كذا دي موجوده بعد كده. العناصر الذكيه بتبدا تفهم بعض، يعني حتى
لو انا في حيطه وبدات احط باب او شباك، هو بيبدا يعمل الاوبننج. لو انا حركت بيبدا يعمل الاوبننج في المكان الجديد، ويبدا يعمل في الحصر الارقام الجديده وهكذا. فزمان كان الحاجات ما بتدينيش المعلومات اللازمه، يعني انا ايا كان اسلوب الاداره اللي انا بستخدمه ما بقاش عندي المعلومات اللي انا اقدر اخد من خلالها قرار سليم. لا، بيبقى في جزء كبير جدا معتمد على التخمين، انما هنا لا، في الاساليب المعتمده على الاساليب الحديثه زي البيم بيبقى عندي معلومات كامله ووافيه. ممكن يكون عندي طريقتين للشغل، فانا ابدا اعمل الطريقه دي مره والطريقه دي مره، بحيث اعرف انهي واحده فيهم اللي هتوفر وقت وهتوفر فلوس. تمام، احنا بس لو بصينا للصورتين دول هتلاقي ان ده يعتبر غرفة وده يعتبر غرفة، بس هنا ما عنديش اي داتا خالص غير الطول والعرض بس. هنا لا، ده انا عندي الماتيريال نفسها واليو فاليو والحسابات اللي اقدر ادخلها، مثلا على حسابات انشائي اقدر ادخلها، حسابات الشمس، الظل، كل البرامج الاستدامة اصبحت بتاخد من البيم. يعني البرامج اللي انت اتعلمتها زمان مش هنرميها، لا هنكمل عليها، بس بدل ما انت كنت بتدخل وتاخد وقت في ان انت تقعد تدخل الداتا، لا خلاص اوتوماتيك. يعني مثلا لو انت حضرتك شغال في انشائي وشغال على برنامج الساب او اي برنامج تاني، هتاخد الموديل وتبدا تقول له اعمل اناليسز على طول، مش هتضطر ان انت تقعد تدخل المعلومات او ترسم المبنى التاني. برامج مثلا زي السي اف دي اللي هي بتحسب حركات الهواء، بياخد الموديل جاهز، ما بيقعدش وقت. الاول كان بيقعد مثلا 5 6 ايام عشان يعمل الجزء المطلوب منه، لا هنا اوتوماتيك بياخد الموديل جاهز. وهكذا كل البرامج اصبحت بتاخد الموديل الجاهز، سواء مثلا جي بي اكس ام ال، ده ملف كده عامل زي صفحه الانترنت، او اي اف سي. طيب لو جينا نبص مثلا على لوحه زي دي، اللوحه دي معموله في الاوتوكاد، ففعلا مش مفهومه. يعني في لوح كتيره جدا بيبقى المعماري بس اللي قادر يفهمها والانشائي مش فاهمها، او العكس، او يعني في مشاريع خلصت وكان اللي شغالين في المشروع مش متخيلين شكل المبنى النهائي عامل ايه. بيبقى في مثلا 2 فلور فوق بعض، في حاجه مش مفهومه وهكذا. انما لما يكون الموديل 3 دي بالشكل دوت، بيبقى الموضوع سهل جدا ومفهوم. تقدر تاخد سيكشن في اي مكان انت شاك فيه، تقدر تشوفه في ال 2 دي وال 3 دي، وتقدر تعمل اوربت وتلف حوالين الجزء اللي انت عايز تشوفه بعد ما اتركك. من ضمن الحاجات الممتازه في البيم ان انت بترسم المبنى حقيقي، كانك انت كان عندك مشروع وبعد كده قال لك اعمل مشروع زي بالظبط. مثلا حد قال لك اعمل فيلا، فانت عملت فيلا، وبعد كده اخوه قال لك اعمل فيلا ثانيه جنبيه، فبتبقى عندك كل المعلومات والمخاطر والمشاكل وكل حاجه انت عايزها. تمام، وسهل جدا ان انت تاخد اي سيكشن 3 دي او 2 دي، مجرد ان انت بتدوس بس انا عايز سيكشن في المكان دوت، بضغطه زر في اقل من ثانيه بيبدا يعمل لك الشغل دوت. ولو انت في الموديل لغيت مثلا الادوار مثلا من الدور الرابع مثلا، خلاص هيبدا يلغي من السكشن 3 دي وهكذا، فيوفر وقت كتير جدا. احنا كانت بتحصل عندنا مشاكل ان احنا بنبعت السكاشن ويقول لك لا، ده السكشن ده غير مطابق مع البلان، او اللي مش مطابق مع الحصر، او في مس كوردينيشن. لا، اصبح كل حاجه موجوده، واصبح الموديل نفسه في كل الحصر، في كل الدايمنشن، في كل الحسابات، كالكوليشن، سبيسيفيكيشن في قلب الموديل. فاصبح الموضوع اسهل ان انا الاقي المعلومه اللي انا من خلالها اقدر ان انا اتخذ القرار. طيب البيم حاجه كبيره، فاحنا عايزين نسهلها ونعرف ان هو مجرد تولز ومش سحر ولا شعوذه، وان هو ان شاء الله قريب هتلاقي كل الجامعات بتدرسه. تمام، بحيث ان هو اداه مفيده وليس هو بديل. يعني مش ايه، هتدخل قسم بيم ولا قسم معماري؟ لا، هو المعماري هيبقى بدل ما هو كان بيرسم مثلا بالاوتوكاد، لا بقى يرسم بالبيم. فنقسمها كده: بيلدينج انفورميشن مانجمنت. البيلدينج مقصود بيها الحاجات اللي هي مبنيه، سواء طرق، مدينه، مستشفى. فممكن يبقى من ضمن الحاجات المدينه كلها معموله موديل بيم، وده يفيدني كتير جدا في موضوع السمارت سيتي. طبعا في مصر ما شاء الله في ما يقارب من 18 مدينه بتتبني دلوقتي، وبتاخد من بعض الحاجات في السمارت سيتي، لان مفيش حاجه اسمها مدينه سمارت سيتي 100%. لا، كل مدينه بيبقى ليها الحاله الخاصة أو مركزة على بعض العناصر. فلما يكون البيم موجود بيسهل كتير جدا عملية إدارة المشروع. ده مثلا نموذج لجزء من المدينة، بحيث إن يبقى عندك سنسور في كل مكان، فلو مثلا حصل أي مشكلة بيبدأ يحللها، بيبدأ يحلل مثلا سرعة الرياح، بيبدأ يحسب مثلا
الشمس وهكذا. فكل الحسابات اللي احنا محتاجينها نقدر نحصل عليها من خلال الموديل. تاني حرف معانا اللي هو الاي اللي هو اختصار انفورميشن. لو انا عامل الموديل دوت ومش مدخل معلومات فده مش بيم، يعني حتى لو هو 3 دي وشكله حلو ومعمول له رندر بشكل كويس، لا مش بيم. لازم عشان يكون بيم يكون فيه الانفورميشن، ان انا لو عملت سيلكت على اي عنصر يقول لي العنصر ده عباره عن ايه. يعني ممكن يكون حاجه انا مش واخد بالي منها. على سبيل المثال من كام يوم كان في مشروع حقيقي كان في زي بوكس كده قدام المبنى، فهل دي درينج ولا هل دي منهول ولا يعني عايزين نعرف ايه ديت، هل دي كهرباء. قعدنا نعمل سيلكت جاب لي كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها. لازم يكون موديلنج تمام، يعني ما يكون 3 دي، يعني بدايته يكون 3 دي، ما ينفعش يكون مثلا ملف وورد او ملف اكسل، لا لازم يكون 3 دي عشان اقدر استفاد منه. فاحنا لما اشتغلنا بالبيم لان هو اسرع واكثر دقه وبيعمل لي فيجواليزيشن وبيقلل لي المشاكل وبيخلي المالك شايف ايه المشاكل اللي موجوده ويبدا يقول لي عدل لي ديت. يعني المالك لما يشوف حاجه 2 دي هو مش متخصص فما يقدرش يفهم فيقول لك اه انا موافق، بينما اللي معمول مش هو اللي هو عايزه. تمام، فده شكل الموديل اللي هو بيم معماري وانشائي وكهروميكانيكال. وده اجابه على سؤال البيم لاني قسم، لا البيم لكل الاقسام. والبيم مش برنامج، مفيش برنامج بيتسطب اسمه بيم، لا هو تكنولوجيا او فكره. زي لما نقول ايه اداره المشاريع، مفيش برنامج اسمه اداره المشاريع، مفيش برنامج اسمه بروجكت مانجمنت، بس في برامج ممكن تسهل عليا الموضوع دوت. نبدا نشوف البرامج، بس الفكره كلها ان بيلدنج انفورميشن موديل هي فكره من سنه 1962 قديمه جدا. كان احد العلماء قاعد يفكر طب وليه ما نحطش المعلومات اللي عندنا على الكمبيوتر ومقسمه بحيث ان احنا نقدر نوجد حل الكلاشات، نعرف فين المشاكل، نعرف فين الحصر وهكذا. فبدا الاول برنامج اتعمل بيم، يعتبر هو برنامج اركيكاد، كان بدا في سنه 1982، بدا ينزل السوق 1984 وما زال بيتطور. طيب البيم بيفيدنا في ايه؟ في الاجتماع مثلا واحنا قاعدين، بدل ما بنمسك ورقه، لا ده ممكن مثلا في برنامج زي، في برامج كتير جدا، بس لو احنا بصينا مثلا على برنامج زي دوت اهو، ده مشروع حقيقي تمام. ممكن مثلا ايه يكون عندي مشاكل، فانا كل مشكله حطيتها في مكان معين، ابص كده وابدا اشوف المشاكل الموجوده وابدا احط الكومنتات بتاعتي، فبتلاقي المشاكل كلها موجوده 3 دي. ولو حبينا ان احنا مثلا ندخل حواليها نلف نشوف جزء معين نعمل سيكشن، كل الحاجات دي بتبقى سهله جدا ما فيهاش اي مشكله خالص. ممكن اقول له مثلا عايز السيكشن مثلا انت سيرفيس، فبدا يجيب لي السيكشن في الجزء اللي انا اخترته وهكذا. المشروع ده احنا استخدمنا معاه تكنولوجيا اسمها الفيرتشوال رياليتي، ان احنا ندخل جوه المشروع ونبدا نتمشى، فبحيث ان المالك لو عنده اي تعديلات يقولها قبل ما نبدا ننزل الموقع. ففعلا كان في تعديلات من المالك، في تعديلات من المعماري لان في بعض الميكانيكال اكيوبمنت ظاهره، فبضطر ان احنا نرحلها شويه، لان في هنا مشكله ان الضغطات كانت عاليه فالناس شايفاها من بره، فاضطر ان احنا ننزل وهكذا. حلينا مشاكل كتيره جدا بمجرد ان احنا عملنا الموديل دوت. طبعا بيفيد ان هو ربط الناس اللي موجوده في السايت بالناس اللي موجوده في المكتب الديزاين، بحيث ان هم يبقى في اي معلومه او اي نقص في المعلومات نقدر نتبادلها بسرعه بدل الار اف اي. فالبيم هيفيدني في حاجات كتير قوي، هيفيدني في كل مراحل انشاء المبنى، هيفيدني في مرحله الدوكيومنتيشن، في مرحله الفابريكيشن. كان في شركه هنا في قطر كانت على طول تعمل التقطيعات وتبعتها، كانت شغاله بالاوتوكاد، وتحصل مشاكل ان هو بيبعت الضغط اكبر او اصغر، فلو اكبر بيضطر ان هو يقطع في السايت والسايت غير مؤهل كده وممكن تحصل حوادث، او ممكن تكون قصيره فيضطر ان هو يرميها. كان في مشاكل كتيره جدا، فلما خدنا كورس بتاع الريفت بدا يعملوها مظبوطه وبدا ان هم يبعتوا حاجه مظبوطه. وكانت في برامج متخصصه في الفابريكيشن سواء مستقلة أو بتستطب جوه برنامج الريفت، فسهل كتير جدا عليهم في موضوع الشغل. فالبيم عبارة عن إن مش سوفت وير بس، السوفت وير ده جزء من تكنولوجي اللي هي جزء من جزء، يعني سوفت وير ده حاجة بسيطة خالص، لا لازم يكون فيه
عارف ان انا لازم ادخل الانفورميشن، لازم يكون الناس متدربه، لازم يكون في بروسيس معينه شغالين عليها ومنظمينها، تمام. فالبيم هينظم لي الداتا، بدل ما انا عندي داتا كتيره، كل داتا في جزيره مستقله، لا هو بيبدا ينظمها لي بحيث ان اي معلومه تيجي بيحطها في الموديل، فاي حد بيدور على المعلومه دي هيلاقيها بسهوله. مثلا لو انا شغال مثلا وفي معلومات خاصه بسانسير مثلا، فهبعتها للمعماري ولا الانشائي ولا الكهروميكانيكا، اللي انا بحطها في الموديل، وكل حد هيبدا يحصل معاه مثلا في الكلاشات هتبدا تظهر، لو حد عايز احمال الكهرباء هتبقى موجوده جواه، كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها هتلاقيها في الموديل. ودي حاجه كويسه جدا ان كل المعلومات تكون موجوده في مكان واحد، فده بيسهل كتير جدا. طيب لو احنا بصينا كده على الشكل دوت، فهنلاقي ان انا مجرد عملت سيلكت على الجزء اللي فوق، قال لي ده الروف انفورميشن واليو فاليو بتاعته والحسابات بتاعته وكل المعلومات. عملت سيلكت على الوول، جاب لي المعلومات بتاعت الوول. عملت سيلكت على الكيرتن وول، فجاب لي المعلومات الخاصه بالكيرتن وول. فدي ثوره جدا في موضوع التكنولوجيا، لا تغني عن اللي انت درسته في الجامعه او الكليه يعني، ولا تغني عن الحاجات اللي انت بتعلمها من الناس اللي اكبر منك، ولا تغني عن الحاجات اللي انت بتعلمها في الموقع. دي اداه، تمام. يعني محدش يقول لا انا بعرف اعمل حاجه شكلها حلو، طب ايه لازمه ان انا اعمل حاجه شكلها حلو بس هي علميا مش مظبوطه، تمام. يعني ممكن تكون مثلا خلينا في الجزء الانشائي، عامل الاعمال شكلها حلو بس هي مش مظبوطه، الحسابات مش مظبوطه. فلا، لازم كل واحد في التخصص بتاعه يبدا يركز عليه، ويبدا ان هو يستغل التكنولوجيا البيم اللي تحقق مصلحته، وتحقق ان هو يعمل حاجه ادق في وقت اقل. طيب لو جينا نبص على البيم، لقينا ان هو اول حاجه لازم يكون 3 دي. 4 دي يعني بضيف بعد الزمن، بحيث ان انا اشوف المبنى وهو بيتبني جزء جزء، ما يبقاش كتله واحده، لا بشوف الاعمده تظهر وبعد كده الكاميرات وبعد كده الحوائط وهكذا. ال5 دي بيبدا يضيف لي الزمن، بحيث ان كل شويه اعرف مثلا في الشهر ده هيتكلف قد ايه الكوست، ال5 دي اللي هو الكوست. فكل مع الزمن بيبدا يقول لي مثلا في شهر كذا هيتكلف كذا، انت معاك مثلا مليون، يقول لك المليون ده هيكفيك لحد شهر 8، لازم قبل كده يكون في فلوس جت او في دفعات نقديه دخلت. ال6 دي اللي هو السستينابيلتي، اللي هو الاستدامه، ودي حاجه مهتمين جدا بيها في موضوع الخليج، سواء بيشتغلوا بالليد اللي هو الامريكي او البريم، او مثلا في ابو ظبي في نظام اللؤلؤ هناك، كل وقطر في الجيساس، وفي مصر الهرم الاخضر وهكذا. فكل بلد ليها السيستم بتاعها. في حاجه برضو اسمها الفاسيلتي مانجمنت، ودي حاجه مهمه جدا لو حد حابب يدخل فيها، واعتقد ان في كانت في محاضره او اكتر تبع جمعيه المهندسين في موضوع الفاسيلتي مانجمنت. الحاجات المهمه جدا لانها مش بتدرس في كليه وقليل اللي عارفها، ولو انت عرفت تاخد مشروع فاسيلتي مانجمنت فانت ضمنت حاجه هتقعد معاك 20 سنه 30 سنه قدام. يعني المشروع المفروض ان هو بيقعد مثلا شهر شهرين سنه سنتين، انما في الفاسيلتي مانجمنت لا، هتلاقي الموضوع ان انت بتعمل عقد وشغال لفتره طويله يعني. طيب مين اللي ممكن يستفاد من البيم؟ هو اكتر واحد المالك، المالك المشروع هو اكتر واحد بيستفاد منه، بيلاقي ان هو وفر له فلوس ووفر له الوقت وكل حاجه واداله جوده احسن. كل المهندسين بيستفادوا منه، يعني لما اقول كلمه مدير مش مقصود بيها مدير المشروع بس، كل واحد مدير في القسم بتاعه في التخصص بتاعه. طيب لو جينا نبص كده على الصوره ديت، فلما يكون في مخطط زي كده ممكن الواحد مش قادر يستوعب شكله هيبقى عامل ازاي، فين الاوبننج، فين الشكل بتاعه، رغم ان انا واخد سيكشن في سايد اليفيشن وفرونت اليفيشن، لكن لما اشوف في 3 دي ويبقى قدام ان انا اخد في سيكشن 3 دي هقدر افهم كل حاجه في المشروع. دي فكره البيم، يعني انا ما كنتش فاكر ان ده شكل دائري، مش واضح هنا وهكذا. لو احنا بصينا على شكل زي دوت هنلاقي ان في فعلا صعب جدا ناخد فيه سكاشن، صعب جدا ان احنا نفهمه بتكنولوجيا زي تكنولوجيا الكاد، ودي من ضمن القواعد اللي موجوده في اللين مانجمنت، ان انت تستخدم فيجوال كنترول، تبدا تشوف كل المشاكل وما تبقاش فيها اي حاجه مخفيه وهكذا عشان نقلل المشاكل. طبعا حاول تتخيل ان دي عايز تعمل فيها لوح سكاشن كاد، فهتلاقي الموضوع صعب جدا يعني. كنت شغال بيم مانجر في مشروع، وبعد كده المدير قال فين بتاع البيم اللي هنا، الراجل اللي بيبيع بيم، ف تعالى عندنا رامب وعايز تاخد لي كل متر تاخد لي سيكشن، فالرامب طويل فهنقص كاش كتير قوي، ف
فبقول له ليه؟ قال عشان عايز اشوفها اتخيلها تبقى عامله ازاي. فقلت له انا ممكن اوريك 3 دي. فلما شافها 3 دي فهم الفكره بتاعت ان في انحناء شويه في حاجات كده معينه، فالموضوع بقى اسهل لما شافها في ال 3 دي. طيب لو شفنا الشكل دوت وتخيلنا ان حد حب ياخد الشكل ده ويعمله مبنى، فالموضوع صعب جدا. تمام، ده فعلا اتعمل، جان نوفل عمله متحف القطر القومي، وهو لما عمل التصميم نفسه او فاز في المسابقه اغلب دكاتره الجامعه يعني اساتذتنا قالوا لنا المشروع ده مش هتنفس، هو مجرد بس حاجه تخيليه ومش هتنفس، صعب جدا. تمام، ده المتحف هو ده اتنفس فعلا واتعمل حقيقي. فعلا الموضوع كان صعب جدا، يعني لو تخيلنا ان هو هيتعمل بالاساليب التقليديه، لا الموضوع فيه ان كل قطعه ستيل ما ينفعش تحط مكان اختها اللي جنبيها، لا لازم تحط في مكانها بالظبط. فموضوع الفابريكيشن انها تيجي من المصنع تتركب بدون اي اخطاء، فده كان دقه شديده جدا يعني. تمام، فيعني هم قالوا ان المشروع دوت بتاع جان نوفل ما كانش ممكن يتعمل من غير تكنولوجيا البيم، وما كانش ممكن يتعمل من غير برنامج تكلا بالذات، يعني التفاصيل كلها في الاستراكشر والستيل والحاجات ديت هو احسن حاجه كان ليها تكلا. فزي ما احنا شايفين ان احنا طول ما احنا شغالين في المشروع، ايا كان التخصص بتاعك ايا كان المرحله بتاعت المشروع، هتلاقي نفسك بتستفاد من البيم. حتى لو انت بتتكلم في موضوع تكلفه او موضوع الاستدامه او اي موضوع، حتى موضوع السيفتي هنجي له، هنلاقي ان احنا موضوع البيم ده هيسهل علينا كتير جدا. مثلا في الاساليب التقليديه بتلاقي في مشكله في المعلومه فين، وين يدي المعلومه، وانا بدور على المعلومه وابعت ار اف اي والار اف اي اتاخر وهكذا، فبنلاقي مشاكل كتير جدا. فلقينا ان الميزه ان انا عندي موديل يبقى موجود والناس كلها تقدر تاخد المعلومه اللي هي عايزاها من الموديل دايركت، وحتى كل الكتب الموجوده او كل الكتالوجات ممكن ندخلها في الموديل، والديزاين ممكن يبعت للبيم كوردينيتور الموديل فهو يبدا يقول له في كلاشات وفي مفروض مين اللي يعمل حل للكلاش دوت. حتى في الكونتراكتور يبقى موجود يبعت مثلا لو في اي مشكله، يبدا يبص على الموديل اللي يبدا يبعتها، المفروض ما نقعدش زي زمان اللي هو ال 21 يوم، لا ممكن في نفس اليوم. في برضه الانتجريتد بروجكت دليفري اللي هو الاي بي دي، من ضمن التكنولوجيات ان احنا كلنا، كل الشركات اللي شغاله في المشروع وكل الافراد اللي شغالين في المشروع كلنا تيم واحد، هدفنا نجاح المشروع مش هدفنا مين اللي غلطان او كذا. ف ميزه الموضوع دوت التكنولوجيا بما هتفيدني في ايه؟ ان احنا كلنا شغالين مع بعض في نفس البلاتفورم، وكلنا بنتشارك المعلومه، وكلنا شايفين شغل بعض اول باول، فبنقدر ان احنا نحل المشاكل او اول ما تظهر. فمن ضمن الحاجات ان احنا نقدر نعمل كولابريشن بين كل الشركات وبين كل الاقسام بشكل حلو جدا. كان زمان كل واحد بيتخيل شكل المبنى براحته، الاركتكشر لوحده والاستراكشر لوحده والام اي بي لوحده، دلوقتي اصبح هم كلهم في نفس الحاجه. فلو مثلا الكهروميكانيكا عايز شافت، التاني هياخد باله وهيبدا يعمل الشافت اللي هو عايزه وهكذا، فبنبدا ان احنا نتعامل مع بعض. طيب لو جينا نبص بقى على موضوع ال 5 دي اللي هو الموضوع التكلفه، مش مجرد ان انا بقول عندي كام عمود واضرب في رقم، لا ده انا بشوف العمود ده عشان اعمله محتاج اعمل مثلا تسليح، ومحتاج اعمل فورم وورك، ومحتاج ان اعمل كونكريت كلادنج، وكل واحده من دول هتكلفني عماله قد ايه وماتريال قد ايه والاكيوبمنت، كل الحاجات دي بنقدر ان احنا ندخلها بدقه في البرامج بتاعت البيم. وبرده ممكن تاخد الموديل بتاع البيم وتدخله على حاجات متخصصه، يعني البرامج المتخصصه في الحصر، يعني برامج كوست ممكن تاخد من موديل البيم وتبدا تعمل تحليل. فبيبقى في فوائد كتيره جدا ان انت تقدر تاخد الداتا، ومجرد ان حصل تعديل في الشغل هتلاقي جالك ريبورت احدث بالتكلفه. يعني لو انت مثلا كنت عامل حسابك ان انت مثلا عندك بابين مثلا رئيسيين وباب فيهم اتلغى، اوتوماتيك هتلاقي الحصر نفسه اتعدل، مش لازم تبدا تعمل حصر من اول وجديد وتضيع وقت. فبيبقى في تايم كنترول، تحكم في الوقت، في تقدير للتكلفه طول فتره حياه المشروع، الكواليتي بتكون افضل، وبنقدر نسيطر على الريسك مانجمنت. في برامج متخصصه في انها تقدر تحدد لي الاماكن بتاعت الريسك مانجمنت، تديها درجات والوان وتقدر تركز عليها في الكاش ديتكشن وهكذا. فبنلاقي يعني فعلا احنا عندنا مثلث اللي هو الوقت والتكلفه والكواليتي، وكنا بندرس كده ان لو التكلفه قلت ده هيجي على حساب الوقت او الكواليتي،
لا اصبح دلوقتي انا بقدر من خلال استخدام تكنولوجيا البيم ان انا قدرت اقلل الوقت واقلل التكلفه وفي نفس الوقت ازود الكواليتي، فبتبقى حاجه ممتازه جدا. تمام، ومن ضمن الحاجات ان انا حليت المشاكل، فمن اول مره بركب في الموقع الحاجات بتتركب بدون مشاكل خالص، ببقى عارف فين المشاكل من قبل ما نبدا الموقع وبنحلها، وببدا يبقى في حلول للمشكله قبل ما تظهر، وبنقلل المشاكل اللي ممكن تحصل في الموقع. يعني على سبيل المثال ده قبل ما نبدا شغل بنعمل لوجيستيك بلاننج ونبدا نشوف احنا محتاجين كام كرين في المشروع، ويعني في مشروع مثلا كان محتاجين مش عارف خمس سته، فقدرنا ان احنا نخليهم اتنين بس متحركين وهكذا. قعدنا نعمل سيموليشن لكل الحلول لحد ما شفنا افضل حل ممكن، وبنبدا نعمل مع التعاون مع الناس بتوع سيفتي زي دروس للناس، ونشرح لهم المشاكل ممكن تيجي منين، ونشرح لهم الكرين هتعاملوا معاه ازاي وهكذا. بدل ما كنا بنعمل مخطط 2D، لا بقينا نوريها لهم 3D، وكل العمال بتبدا تشوفها في الشاشه. عملنا زي كشك للبيم بحيث ان العمال تيجي تتفرج عليه. ده مثلا من ضمن الحاجات دي شركه تكلا بتدخل الموديل ويبدا يشوف ايه المشاكل اللي ممكن تحصل. في برنامج شغال عليه اسمه فيوزر برضه بيعمل نفس الفكره، هو اوتوماتيك بيبدا يقول لك خلي بالك ان في اوبننج هنا ممكن تحصل فيها مشكله، خلي بالك هنا ممكن تحصل فيه مشكله، فيبدا ينبهني للحاجات اللي محتاجه ان انا اغطيها او كفر ريت بحيث ان ما تحصلش فيها اي مشاكل. فبيبقى في تنبؤ بالمشاكل وتنبؤ بالاعطال اللي ممكن تحصل قبل ما تحصل بفتره كافيه ان انا اقدر اخد قرار فيها. وبنقدر نتعاون مع السيفتي مانجمنت، وفي رسائل دكتوراه وماجستير كتيره عملت في الجزء بتاع التعاون البيم مع السيفتي، بحيث ان برضو كل لما تبقى الحاجه 3D بنقدر ان احنا نفهم شكل المشروع هيبقى عامل ازاي. فلو احنا عاملين التصميم مظبوط بتلاقي ان اللي اتنفذ هو نفس اللي اتعمل فيه التصميم. ودي فكره برضو ان انا لما اعدل في اي حاجه، سواء عدلت في الاسكادول بيتعدل في البلان، عدلت في البلان بيتعدل في الاسكادول. اشينج اني وير از اشينج افري وير. طيب بسبب المزايا الكبيره بتاعه البيم، ففي دول كتير يعني تبنت موضوع البيم دوت، تبنت وبدا في دول كتير جدا يوصل عدد الناس اللي شغالين في البيم فيها لاكثر من 80%، وفي دول اصبح اجباري يعني لازم ان انت عشان تقبل منك المخططات اللي انت راسمها تكون شغاله بالبيم، زي مثلا بريطانيا، زي في امريكا الحاجات الحكوميه، في فنلندا، فنلندا حتى شغاله بالاوبن سورس. في دول كتير جدا تبنت موضوع البيم، كوريا الجنوبيه، في الوطن العربي احنا عندنا الحمد لله في مصر صدر اول كود للبيم. ومش معنى ان هو صدر كود للبيم ان هو اصبح اجباري، لا هو مش اجباري، هو لازم يطلع قرار من الحكومه ان ما حد مش هنتقبل الرسومات غير لما يطلع بيم. انما هو اجباري حاليا في دبي، وفي في مثلا السعوديه وقطر، فاصبحت في مشاريع كتيره جدا بتنزل اجباري لو انت عايز تاخد المشروع دوت يبقى تسلم لي بيم في اخر المشروع، فاصبح اجباري في مشاريع كتيره جدا في الدول العربية، وبالذات إن أغلب المشاريع هي اللي بتبقى موجودة مع الحكومة. ففي دول كتيرة تبنت موضوع البيم، وده القرار اللي صدر من إمارة دبي إن لو في أي مشروع بيزيد عن 40 وبعد كده خلوه 20، المساحة أكتر من 300,000 قدم، المباني زي المستشفيات والجامعات، أي مشروع تبع مكتب أجنبي لازم يكون معمول بيم. في قطر في اشغال اصبح اجباري بيم واجباري لين. طيب بالنسبه للسؤال، هل في دورات تدريبيه؟ بس في حاجات خاصه بالسوفت وير ان انت تتعلم السوفت وير، وفي دورات بتبقى بتتكلم على ان انت زي ما احنا بنتكلم كده فكره البيم وايه الاستفاده من البيم، لان انا ممكن اعمل موديل بيم وما استفادش منه غير استفاده واحده بس. يعني ايه استفاده واحده بس؟ يعني كل الاستفاده اللي انا استفدتها من البيم هو حل الكليشيهات، ما خدتش بالي ان انا عملت الموديل وكلفته فلوس اقدر استفاد منه في حاجات تانية كتيره جدا. تمام، بس ممكن انا ما كنتش واخد بالي منها، يعني عملت تكلفه مثلا، ممكن اعمل الكليشيهات، ممكن اعمل فيرشوال رياليتي واوجمانتد رياليتي. طيب لما استخدمنا البيم لقينا فيه كذا تكنولوجيا
اصبحوا موجودين في الامكان ان احنا نستعين بيهم وان هم يدخلوا في مجال الكونستراكشن، والتكنولوجيا دي ما كانش ممكن تدخل في مجال الكونستراكشن من غير بيم. زي ايه؟ زي موضوع الذكاء الصناعي والروبوت والانترنت اوف ثينجز. تمام، يعني لو انا حاولت مع الذكاء الصناعي ان انا اقول له مثلا ان ده مبنى وكذا ما بفهمش، يعني لوح الاوتوكاد مش مفهوم ان ده حيطه ولا كيبل تري غير باللير، وغالبا بتبقى غلط. لو انا قلت له دي لوحه الدور الاول والدور الثاني، هو مش عارف فين الدور الاول ولا فين الدور الثاني، مش عارف فين اللي فوق يعني، فما بيقدرش يبني، يعني ما بيقدرش ان هو يستفاد من المعلومه دي. حتى لو اديتها له 3 دي، يعني لما اداله 3 دي هو مش فاهم دي ايه ودي ايه، هو بالنسبه له كلهم كتله، كلهم ماس. فلما بدأنا التكنولوجيا البيم تدخل في القصة ديت، لقينا فيه استفادات كتيرة جدا، وأصبح يعني الناس اللي مهتمة بموضوع الذكاء الصناعي وكذا بنتكلم في 15 تريليون دولار. طيب الذكاء الصناعي في إيه؟ هيساعدني في اتخاذ القرار، ممكن يكون عندي أكتر من قرار فأقول له والله شوف أنا الأحسن، وممكن أقول له مثلا في حالة اللي فيها مشاكل ممكن تستخدم الماشين ليرنينج او الديب ليرنينج، التعلم العميق او تعلم الاله، في ان انت تاخد القرار المظبوط. فموضوع الذكاء الصناعي عشان يشتغل مظبوط لازم يكون في معلومات يستفاد منها، او يكون في حاجه موجوده 3 دي، ويكون حاجه موجوده بيم، مش كفايه بس 3 دي، لا تكون بيم برضه. اللي بعد كده فلقينا في امثله كتير جدا لموضوع الذكاء الصناعي. تمام، ان انا هيكون عندي مثلا اكتر من تصميم، فهو يبدا يختار بينهم افضل حاجه، بيبدا يعمل جينيريتيف ديزاين، ويبدا يختار ويبدا يعمل محاكاه. زمان كنا بنعمل محاكاه مثلا على حاجه واحده، مثلا ممكن نعمل مثلا نموذجين ونعمل محاكاه في الحراره في الظل الحاجات ديت. دلوقتي اصبح انت ممكن تعمل 100 نموذج وتخليه يعمل مقارنه في كل حاجه ويختار لك الافضل في كل الكلام ده، ممكن ما ياخدش مثلا 10 دقائق ربع ساعه حسب الجهاز بتاعك. البروجكت بلاننج كل الحاجات دي ممكن تعملها بالذكاء الصناعي، يعني ما تقعدش تفكر فيها، هو يريحنا من الموضوع دوت. ممكن ياخد هو دروس من الحاجات الفائقه. هل ممكن تقنية البيم في التصميم الداخلي؟ اه ممكن جدا، يعني وشغلنا في مشاريع كتيرة جدا فيها تصميم داخلي انتريور ديزاين، الجودة بتبقى كويسة جدا، وبنعمل رندر بشكل كويس، وبنستفاد ان احنا بنعمل حصر للماتيريال بشكل دقيق. طيب انترنت الاشياء مقصود بيها ان كل حاجة متوصلة بالانترنت. تمام، سواء في مرحلة الكونستراكشن او في مرحلة بعد ما خلصنا بنا، بيبقى فيه سنسور موجود، والسنسور ده بيبقى مرتبط بسوفت وير، وفي شبكه موجوده بحيث ان هو يقدر ياخد القرار. ابسط مثال على كده ان الثلاجه نفسها، لما تحس ان في حاجه ناقصه او في مثلا اكل نازله جديده وهو عايز يطبخها لك، اكل مكسيكي اكل كذا، تمام، بدل ما تتجوز لا ممكن طيب فهو اوتوماتيك يتصل بالسوبر ماركت ويبدا يجيب لك الاكل لحد عندك في البيت وهكذا. يعني من ضمن الحاجات في المدن الذكيه في مدينه مثلا زي لوسيل، ان انت ممكن تدخل السوبر ماركت ومعكش لا المحفظه ولا معاك الكريدت كارد، ومجرد بس ان هو بيعمل في جهاز صغير كده انت ما بتقفش قدامه، مجرد بس تدخل السوبر ماركت بيعمل كشف على بصمه العين وتشتري، وهو بيبدا يخصم من حسابك في البنك على طول. تمام، فدي من ضمن الحاجات اللي بتسهل الحياه. انترنت سينجس، ممكن المكان نفسه كله اللي عندك يبقى متصل بالانترنت، وعارف مثلا لو درجه الحراره زادت عن كذا او درجه الريح زادت عن كذا، اوتوماتيك يوقف الشغل وهكذا. المحاكاه بتبقى على اي برنامج؟ حسب ما انا عايز اعمل محاكاه على ايه. يعني مثلا عندنا برنامج الايكوتكت، ده برنامج اوتوديسك وقفته، كل ما يبقى برنامج حلو يقف. الايكوتكت ده من البرامج اللي كانت بتعمل تحليل للظلال وللشمس و و و وحاجات كتير قوي. ده مش لازم تعمل موديل عليه من اول جديد، احنا كنا بنقعد نرسم عليه الموديل وهكذا، لا انا ممكن اخد الموديل جاهز من البيم وابدا اعمل محاكاه، مجرد ان انا بدوس اناليسيز وخلاص. في برنامج ديزاين بيلدر، ده عملاق البرامج التحليل اللي هي الاستدامه وحاجات زي كده، برنامج محترم جدا، مش لازم ادخل ارسم جواه، لما بخش ارسم جواه بيبقى متعب جدا. تمام، زائد ان انا لو رسمت جواه مش هقدر استفاد منه في برامج اخرى، انما في البيم اقدر اوديه في كل البرامج. طيب ف
فالبرامج اللي موجوده كل برامج الاستراكشر، كل برامج الاستراكشر دلوقتي اصبحت تاخد الموديل وتقول له رن بس، ما مش بتدخل بقى ترسم من اول وجديد و الحاجات دي كلها، الحاجات دي بتاخد وقت كتير قوي. لا هو بيوفر لك ان الموديل جاهز وتقدر تستخدمه في عشرات البرامج، ممكن تدخله على برنامجين بيعملوا نفس الحاجه لو انت عايز تتاكد في برنامج جديد، فانت عايز تتاكد هل البرنامج ده الارقام بتاعته مظبوطه ولا لا. طيب كان في حد سأل السؤال على الشهاده، خلاص نجاوب عليها بعد شويه. تمام، فالحاجات دي الميزانيه بتاعتها كويسه جدا، اللي هي الانترنت سينجس 11 تريليون دولار. تمام، فالسوق مفتوح جدا للحاجات ديت. برضو ممكن يبقى في جهاز سنسور مثلا يبدا يشوف الخرسانه مثلا هل جاهزه ان احنا نكمل شغل ولا لا، ولا نسيبها يوم كامل، والحاجات دي كلها اصبحت التكنولوجيا دي بتوفر لي وقت، لان احنا مش عايزين المشروع ياخد وقت كتير. باستخدام تكنولوجيات زي البيم، مش البيم بس، الصين قدرت تبني مستشفى في 9 ايام. احنا قعدنا تقريبا 9 شهور بنفكر في شكل المستشفى هيبقى عامل ازاي، احنا المستشفى ده اللي اشتغلت فيه يعني. تمام، وهكذا. ف برضه ممكن يبقى في سنسور مثلا ان في اشاره مرور لو في الشارع ما فيش ولا عربيه، خلاص مش لازم افضل افتح الاشاره الخضراء، خليها حمراء زي ما هي ما دام ما فيش عربيه واقفه عند السنسور، وهكذا. طيب تعال نشوف الاوجمانتد رياليتي. الاوجمانتد رياليتي دي عباره عن ايه؟ ان انا بشوف الحاجه اللي موجوده في الاوضه اللي انا فيها بالاضافه، تمام، للحاجه اللي موجوده عندي على الموبايل. تمام، ودي زي ما انتم شايفين يعني دي ابسط حاجه. ممكن لو دخلت دلوقتي على الموبايل وشفت ايكيا مثلا او اي شركه من شركات الاساس، بيقول لك بدل ما تشيل حاجه وفي الاخر تطلع اكبر من الغرفه او حاجه زي كده، اعمل موبايل وابدا بس اسحب الشكل وحطه. كان في لعب كتيره جدا، لو حد فاكر الالعاب دي اكتب لنا اسمها. الالعاب دي الناس ما شاء الله حافظه. طيب بتبدا انت تشوف شكل الحاجه اللي هي موجوده على الكمبيوتر كانها موجوده في المكان اللي انت فيه. دي مثلا الاثنين دول عباره عن ان انت بتطبع حاجه 2 دي وفي قلب الاجتماع بتبدا توريهم 3 دي، فبتعملهم ابهار. دي مثلا اللي هي المكنه ديت الاير هاندنج يونت او ايا كان المكنه ديت، فانكل يونت او اي مكنه، انت مجرد ان انت بتمشي الحاجه فبيبدا يقول لك لا ده هنا المفروض يتركب فالفات كذا، المفروض ان هو يتعمل كذا، وهكذا. فبتبقى انت فاهم، بدل ما تقعد تمسك مخططات وتمسك حاجات، لا بمجرد ما تمسك التابلت يبدا ان هو يبدا يظهر لك الحاجات دي. في برامج كتيره جدا بتقيس بالاوجمانتد رياليتي. تمام، تقول له النقطه دي اللي هنا هنا، بيبدا يحسبها لك. فالتكنولوجيا غريبه جدا، بس تخيل لو ما فيش بيم هقدر ازاي استعين بالاوجمانتد رياليتي في الشغل بتاعي؟ يعني هوريها له اوتوكاد ازاي او هوريها له 2 دي ازاي؟ ما اقدرش افهمها، لازم تكون 3 دي وانفورميشن جواها. تمام، من ضمن الحاجات برضو ممكن الموقع لسه ما اتبناش وانت تمشي بالنظاره فتبقى شايف الحاجه قدامك هتبقى معموله ازاي، او هتبقى شايف المشاكل موجوده ازاي. ممكن يكون المبنى اتبنى وانت بتبدا تمشي بالنظاره وشايف المواسير اللي ورا الحيطه. النظاره مش خليتك تشوف ورا الحيطه، تمام، لا هو خليتك تدمج بالتصميم اللي موجود مع المبنى اللي انت جواه. فدي الاوجمانتد رياليتي، دمج الخيال مع الواقع. ممكن في اجتماع تبدا تشوف المبنى كله 3 دي وتبدا تحط كومنتات، وعن تجربه الموضوع ده بيفرق كتير جدا جدا. يعني لما بتبقى شايف الحاجه فعلا كل مهندس حسب تخصصه بيلاحظ غلطات ويبدا يصلحها بنفسه. فتحبوا ان احنا نشتغل بال 2 دي ولا بتكنولوجيا البيم؟ زي ما انتوا عايزين، انا مش خسران حاجه ولا كسبان حاجه. تمام، الفيرشوال رياليتي ان انت ما بتشوفش حاجه غير الخيال او غير التصميم اللي انت عامله، فكانك جوه المبنى وبتبدا تتمشى جوه المبنى وتبدا تتخيل شكل المبنى يبقى عامل ازاي، وممكن تكتشف غلطات كتيره جدا انت ما بتبقاش شايف في المكان اللي انت فيه. لا انت كانك أليس في بلاد العجائب، نقلت المبنى اللي لسه هيتضاف في تنفيذه، فتبدا تقول لا ده شكله وحش، لا ده انا عايز اغير اللون، عايز اغير الماتيريال، عايز اخلي حمام السباحه فوق السطح، مش عايز اخليه في الدور جراوند لان الناس هتبقى شايفه كل حاجه. فتبدا تبقى ليك تعليقات وتبدا تعدل في المشروع. كان من كام يوم كنت مع دكتور مصطفى، هو في المانيا، ف
فهو يعني جربنا احنا القصص ديت، ان هو لابس نظاره معينه شايف في الشارع، وانا ادي له كومنتات او ادي له تعديلات او ادي له مثلا او اعمل سناب شوت واخد اللقطه المعينه اللي موجوده واقول له لا عدل ديت، وبدانا نلعب مع بعض لعبه مكعبات معينه، هو كانه مثلا ما يعرفش اللعبه دي وكان انا اللي فاهمها، فاقول له حط المكعب ده هنا وحط المكعب ده هنا واعمل هنا. ففعلا الموضوع شيق جدا يعني. ده اثناء الاجتماعات، وفي اللي هو المشروع اللي هو بتاع المسجد اللي هو تركه، استخدمنا فيه نفس النظارات ونفس الايد ديت، بتحس فعلا ان انت جوه المسجد وماشي جواه وشايف كل المشاكل وشايف كل الحاجات اللي المفروض انها تتحسن اللي احنا كنا بنشوفها بعد ما المشروع بيخلص. طيب دي الدرون، الدرون مش عارف هتظهر معاك ولا لا، بس يعني عبارة عن هي ليها استخدامات كتيرة جدا، زي مثلا ممكن انها تنقل حاجة معينة لفوق، او ممكن تركب مثلا حاجة معينة، تركب لمبة حاجة خطرة مثلا، او تنقل حاجة للدور اللي فوق، او تصور. ودلوقتي اصبح في ناس بتعمل ان هو لما يصور اوتوماتيك الصور دي تتنقل على البرمافيرا كمعلومات ان ايه اللي اتنفس، ايه الاكشوال اللي اتعمل في المشروع، فيحصل اتعلم صح ان دي الحاجات دي اتنفذت النهارده يوم بيوم يوم بيوم، فاوتوماتيك بدل ما انت بتعمل ادخال كبلانر، لا هو اوتوماتيك بيعرف يتنفذ ويبدا ان هو يعملها. طيب فممكن يعمل بيلدنج سيرفي، يبدا يقول لي هو خلص قد ايه، سيفتي يبدا يخلي بالك. في من ضمن الحاجات برضو في الدرون ان هو لو لقى حد مش لابس خوذه يبدا يبعت لك خلي بالك فلان مش لابس خوذه، خلي بالك فلان مش لابس كمامه، خلي بالك اي مشاكل تحصل ينبهك ليها، وبرضه يديك صور لو في اي مشاكل يبدا ينبهك ليها. وفي ذكاء صناعي لو حس ان في حد ما بيتحركش، حد بيتحرك بسرعه جامده، حد في مشاكل، يبدا ينبهك لاي مشكله موجوده. وبرضه بيعمل ليزر سكان، يعني الجهاز الليزر سكان صعب ان هو يدخل في اماكن معينه، ممكن من خلال الدرون تتعمل. الدرون برضو يعني لازم تبقى عارفه هي رايحه فين وكده، فبتستخدم تكنولوجيا البيم. الروبوت برضو بنديله معلومات البيم وهو يبدا يبني الحاجه اللي احنا عايزينها بالظبط بدقه عاليه جدا. وفي تطور جامد جدا في موضوع الاستعانه بالروبوت والبرينتر 3D، حاجه زي كده. الزاويه اللي موجوده هنا صعبه جدا انها تتعمل بالمهاره اليدويه، فهو بدا ان هو يعملها بالروبوت. و3 دي برينتنج، 3 دي برينتنج ما بقتش بتطبع نموذج صغير 2 مللي في 2 سم في 2 سم، لا ده بيبني مدن كامله. والسعوديه ما شاء الله في كذا مدينه هتبنيهم بخلال البرينتر 3 دي، والامارات قالت لك هيبقى في جزء كبير جدا اعتقد 25% من المباني اللي هتتبني جديد هتكون من خلال ال 3 دي برينتنج. مدن كامله بتتبني بالطابعات ثلاثيه الابعاد بدقه عاليه في وقت قليل بدون اهدار للمواد وهكذا. بس لو انت قلت له ابني وهو مش فاهم، لا لازم تديله من خلال نموذج بيم فيه كل المعلومات. طيب ده مثلا مثال على حاجه اللي هو البراماتيك، او ان انا استعين بشغل البيم. ان ده مثلا اخواننا في الكويت قالوا احنا عايزين نعمل برج، فراحوا لنورمان فوستر فهو عمل برج واحد ودخله على الكمبيوتر وقال له ايه، طب افترض بقى ان البرج ده طويل، افترض ان الدور طويل، افترض ان احنا غير البارامتر، طب غير الزاويه، طب غير كذا، وراح طبع 100 نموذج واختاروا هم النموذج بالشكل دوت. ده معمول حاجه اسمها جراس هوبر، فبيبدا يغير الويتس، يغير ارتفاع الدور، يتغير عدد الادوار، يتغير. الموضوع ده انا قبل كده عملته في جراس هوبر، تقريبا خد مني مثلا دقيقه ونص، ومسجله فيديو حطيتها على اليوتيوب، دقيقه ونص عملت موضوع ان انت تربط العناصر ببعض، ان انت لما تغير بارامتر يتغير فيهم. تكنولوجيا جميله جدا، وده شكل البرج اللي هم اختاروه كويس. طيب لما لقوا تكنولوجيا البيم كويسه جدا، فقال لك احنا عايزين نبدا نعمر المريخ، فهنبني مباني هناك. فلقوا في مشاكل كتيره جدا، ولقوا ان هم عشان يحلوا المشاكل دي لازم يستعينوا بثلاث حاجات. اول حاجه البرينتر 3 دي، على اساس ان احنا مش هنقدر نطلع عمال في المريخ ويبنوا تكلفه. تاني حاجه البيم، على اساس ان ما فيش فرصه ان يحصل كلاش ويحصل فيه مشكله، ولا الضغط خبط في الكاميرا فهنضطر ان احنا نكسر ونعمل، فلازم يستخدموا تكنولوجيا البيم عشان تتعمل من اول مره.
وعشان البرنتر 3D تنشر بيه. تالت قاعدة اللي هي قاعدة أستاذنا حسن فتحي، انظر تحت قدمك وابني، إن هو هيستخدم مواد المريخ في إن هو يبني. بس ده كان ملخص سريع لتكنولوجيا البيم، وإن شاء الله يعني إيه نبدأ نشوف الأسئلة بإذن الله. شكرا مهندس عمر على هذا الطواف بنا حول البيم وخصائصه وفائدته واستخداماته، وأعتقد إن زي ما قلت إن قريبا جدا هنجد إن هو بقى مادة أساسية في التعليم الهندسي وليس أمر اختياري، لعل الفوائد الكثيرة التي أتى بها البيم ولعل الإشكاليات أو المشاكل التي حلها سيدفعنا جميعا لدفع هذا الاتجاه بأن يكون البيم في منطقتنا العربية بشكل عام وفي مصر بشكل خاص مادة أساسية لدراسة العمارة. مهندس عمر، ولا ممكن تبقى لغير دراسة العمارة؟ هو البيم لكل التخصصات يعني، معماري وانشائي وكهروميكانيكال. بالعكس انا في ناس كتير اتكلموا معايا ان هم عايزين فكره البيم دي في حاجات تانية بعيده عن مجال الكونستراكشن، زي مثلا كان دكتور اسنان عجبته الفكره قوي احنا بنتكلم عنها، فقال ان هو عايز يطبق نفس الفكره ان كل حاجه تكون فيها المعلومات اللي هو ممكن يحتاجها. فكل الاقسام ما شاء الله بتقدر تستعين بموضوع التكنولوجيا البيم ده. تمام. طب أبدأ الأسئلة. المهندس أحمد أبو العينين، مهندس أحمد مهندس أحمد في مشكلة عندك؟ طب مهندس عمر، كان على الشات كان في سؤال لبعض الزملاء، هل ممكن في هل سؤال في للمهندس، اتفضل. في بعد اذن حضرتك انا اسف في المقاطعه، في سؤال للمهندس محمد، هل تكنولوجيا البيم موجوده في مشاريع البنيه التحتيه؟ اه في مشاريع كتيره جدا بنيه تحتيه اتعمل فيها تكنولوجيا البيم، او كان في شرط من شروط انها تعمل بتكنولوجيا البيم. انا اشتغلت في كذا واحد فيهم، فعلا استفدنا كتير جدا. في حاجات كانت خاصه بكاس العالم، وفي حاجات كانت خاصه مثلا بتوسعه المطار، فكان افادنا كتير جدا ان احنا بقى عندنا كل المعلومات اللي احنا ممكن نحتاجها، وافادنا يعني فعلا موضوع البنيه التحتيه والانفراستراكشر من الحاجات اللي بتستفاد من البيم بشكل قوي جدا يعني. تمام. طب المهندس احمد ابو العين في مشكله عنده في المايك، هناخد المهندس حسين القاضي استاذنا الكبير طبعا، وبعد كده ارجع لك المهندس احمد. مهندس حسين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله أستاذ. سعيد جدا 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 ان الاستاذ عمر النهارده، ونشكر أهلا وسهلا أستاذ. الله يكرمك. المهندس هشام ان هو يعني ايه يعني وصلنا لسعادتك يعني، وجبت عملت لنا المحاضره الرائعه دي، ويعني مش عارف ابدا منين. بس انا عايز اقول لك الموضوع البيم ده يعني انا شفته سنه 2005 2006 في الامارات، وكان واحد مكتب واحد مهندس يعني دفعتي في الامارات، وبعدين فبقول له انتوا لسه بتشتغلوا بالسابس برو والاستاد والكلام ده كله اخره، ما تجيب الريفيت وتجيب التكله. قال لي والله عنده اهو في الدولاب. لا بقول لك يعني ايه، بدا من امتى؟ راح قام مطلعه وراح نادي كل المهندسين بتوعه، قال لهم مهندس الارض بيقول احنا زي مش شغالين بالكلام ده، وده عندي كلام هو الاخر. والخلاصه ان هي بس يومين ثلاثه وايه، وراحوا راجعين تاني. ده بدايه الموضوع. بقول لك يعني احنا في عندنا حاجه معينه ان احنا يعني ايه ما احناش يعني ما بنتقبلش التغيير بسرعه، ما بنتقبلش التقدم العلمي بسرعه. دي نقطة. معلش أنا بطول شوية، بس أنت يعني أنت بتشدني حاجات كتير قوي. الباشمهندس عمر، الحقيقة أنت يعني أنا مش بجاملك، يعني إحنا دايماً كل جيل يقول إيه ده، إحنا الجيل اللي نزل وماتت الهندسة وراه. الحقيقة أنا يعني لما شفت ناس كتير من اللي بيشتغلوا معاك، حسيت إن أنتوا فعلاً، وشفت الناس في مهندسين في جامعه المهندسين المصريه في الرياض حضروا لهم محاضرات، يعني قد ولادي ما شاء الله. الجيل بتاعكم ده ادانا الامل الكبير جدا في الحاضر وفي تطوير المستقبل ان شاء الله. ادي واحده. في حاجه اقول لك عليها بيرسونالي، هقول لك عليها دلوقتي. وفي حاجه بالنسبه للبيم نفسه، البيم طبعا
انا اذكر انا سالتك مره قلت لك البيم في 11 12 دايمنشن، كانت معلومه قديمه عندي، فانت قلت يعني اتكرمت عليه وقلت لي لا دي بقت انليمتد دلوقتي تدخل فيه اي حاجه. وانا بقى اسمع الكلام ده دلوقتي وانا يعني ايه بقى, 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 بقى يعني ما فيش حاجه اسمها توقف قدام البيم دلوقتي، وانت فعلا ادق انك تقول هو بيلد انفورميشن مانجمنت. السيستم اللي هو اللي كان اللي انت تعمل البيم كان في مودلر، والمودلر بيبتدي يدير بقى ايه كل الفانكشنز الثانيه. هل الكلام ده ستيل زي ما هو؟ لا، هو زمان قوي في الاول لما بدا كان الاركتك لوحده والستراكشر لوحده والالكتريكال لوحده وكل حاجه لوحدها، وفي الاخر بيتربطوا ايه مع بعض. دلوقتي هل السيستم ان في مودلر والفانكشنز بقى كل فانكشن اركتكتشر ميكانيكال كان ده من اول اخره بيشتغل وراه ولا ايه النظام؟ ده سؤال. ده سؤال يعني برضه حضرتك يعني تختار معانا الخروج علينا بيه. الريكومنديشن برضه في نقطه برضه مهمه جدا عايز اوضحها برضه. الموضوع برضه ما هواش كميه معلومات، لان انت ما شاء الله عليك ما شفتش منك غير كل خلق، واللي شفته في جامعه المهندسين المصريين في الرياض اساسا والله ما يجذبك لهم ولحضرتك غير الاثكس. فانت ما شاء الله عليك، ده مش تشكير، ولو عارف انك هتتغرر ما كنتش قلت لك الكلمتين دول لان انا عرفتك يعني. فالمهم دلوقتي ان اللي اشتغل البيم ما يعترف هيشتغل في حته، ما يعتبرش ان هو يعني بقى ايه بقى الملك بقى اللي ما حدش يكلمه وقفل على نفسه. لان انا شفت هذا الكلام في شركتين ثلاثه كبار، اللي اخذ كورس بيم مثلا في اللي اشتغل اركتكتشر شويه في الموديلنج، اللي اشتغل شويه في ستراكشر، اللي اشتغل في البتاع، كل واحد بقى ايه يعني حاسس ان هو يعني بقى حاجه اشتغل حاجه واحده بس نتكلم فيها دلوقتي، مش نتكلم في حاجات قد ايه. برضه لازم اللي اشتغل في البيم يبقى عنده الايثكس بتاعت ان هو يبقى متعاون، يبقى يحس بتواضع، ما يحسش ان هو يعني عامل حاجه. فالسؤال اللي سالته حضرتك اللي هو على ايه، على التشغيل بتاع الموديلنج والكلام ده كله والفانكشنز. النقطه الثانيه بقى ودي حاجه فيري بيرسونال، انا ممكن اوري لك اهي قدامي. انا 26 يونيو انا ليا ابني في قطر ده عبقري سيرش، بعت له قلت له عايز خمس حاجات وتاثرها على البروجكت مانجمنت، ان انا عايز اكمل البروجكت مانجمنت تو ذا ليتست. قلت له خمس نقط، هات لي جي 5، هات لي السستينابيلتي، هات لي انترنت اوف ثينكس، هات لي نانو تكنولوجي، هات لي جريدنج، كل السيرشز عليها. وبدا يبعت لي فعلا على كلام بقول لاخواتي الحاجات دي. هل الحاجات دي واللي شفته دلوقتي من كلامك الحاجات دي مربوطه فعلا في البيم اوريدي؟ يعني انت كلمت الانترنت اوف ثينكس دخل مع حضرتك اتكلمت عليه دلوقتي حضرتك. الجي 5 ما اتكلمناش عليه، اتكلمت على الانترنت اوف ثينكس برضه اتكلمت عليه. هل دخول النانو تكنولوجي والجرين بيلدنج والجي 5 دخل برضه جوه البيم ولا دي لسه يعني ما 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 يعني ده تفكيري البيرسونال، ده من غير قرايات يعني تفكيري البيرسونالي ان انا عايز احط هذا الكلام في البروجكت مانجمنت كورس اللي احنا اون جوينج ان احنا نجهزه. معلش مش عايز اقول لايك، انا لو قعدت معاك هقعد للصبح. فانا كفايه عليك السؤالين دول، الاولاني اللي هو التشغيل بتاع الموديلنج والفانكشنز، والسؤال الثاني بتاع الايه الفايف فانكشنز دول اللي انا بقول لحضرتك عليهم دول اللي هم اللي ممكن يبقوا دايمنشنز في الـ مع الـ مع البيم، وهل هم فعلا بقوا دايمنشنز دلوقتي؟ سمعتوا منه دلوقتي ان انت عندك اكثر من كده كتير، هل دول موجودين وندخل لهم ازاي بقى عشان نحطهم جوه البروجكت مانجمنت؟ وشاكر جدا واسف جدا يا باشمهندس على يعني تطويل. الله يكرمك يا سيدي الفاضل، الله يكرمك يا سيدي الفاضل، جزاكم الله كل خير. وطبعا انا دايما بستفاد لما اتكلم مع استاذنا الفاضل باشمهندس حسين القاضي، ودايما بتعلم منه كل مره، ويعني بيغيرنا دايما بعلمه وتواضعه، وانا مدين لكل حد حضر اي محاضره ليا، بتعلم منه وبستفاد منه، وبعرف حاجات كتير اول مره اعرفها، لان مفيش حد عارف معلومات كتيره او ما حدش عنده العلم كله، يعني دي حاجه خاصه بربنا سبحانه وتعالى. بالنسبه لموضوع الديسيبلين، هي حصلت المشكله دي حقيقي فعلا في اول ما بداوا شغل في البيم. في برامج قويه جدا في الاستراكشر زي مثلا تكلا، في برامج ثانيه قويه في المعماري زي مثلا الاركيكاد، في برامج ثانيه بتبقى متخصصه في حاجه معينه وهكذا. فلو المشكله دي موجوده فبداوا يفكروا في حل ليها، فلو ان في حل بسيط
ان هم يعملوا منظمه غير هادفه للربح اسمها بيلدنج، اسمها بيلدنج سمارت. ودي مهمتها انها توجد حلول للمشاكل دي، ان انا لو عايز اشتغل ببرنامج والشركه التانيه شغاله ببرنامج تاني الاقي مجال ان انا اتبادل المعلومات. فعملوا حاجه اسمها اي اف سي، وعملوا حاجات تانيه كتيره بس هو اشهرها اي اف سي، في البي سي اف، في جي بي اكس ام ال، في حاجات كتير قوي. فالاي اف سي ده اشهر حاجه لتبادل البرامج. يعني لو انا شغال ريفت مثلا وعايز ان انا اتعامل مع حد تاني شغال اركيكاد، اقدر اصدر الشغل دوت والتاني يقدر ياخده كلينك او يقدر يفتحه عنده ويقدر يشوفه. فبدات المشاكل دي تتحل. وفي برامج كتيره بدات انها تبقى فيها اولد سيبلين، يعني مثلا الريفت اصبح فيه معماري وانشاء وكهروميكانيكال وبرنامج واحد، ما بقاش سطب ريفت معماري او انشائي. الاركيكاد فيه دلوقتي معماري وانشائي وام اي بي. في بنتلي عامله اللي هو الايكو سيم، في معماري وانشائي وكهروميكانيكال. فاصبحت ممكن اخد منتج واحد اشتغل في كل حاجه ايا كان، اخترت بنتلي اركيكاد ريفت، او ان انا اشتغل باي واحد فيهم مثلا معماري والتاني تكل مثلا انشائي، وبقدر اتبادل بينهم بالبرامج بدون اي مشاكل خالص. زي ما حضرتك قلت مشكورا ان نقدر نستخدم كل التكنولوجيا الجديده ديت وندمجها مع البيم. يعني حتى بتلاقي مجرد انك تكتب اي تكنولوجيا تفكر فيها، انت طريقه سينجس مثلا مع البيم في قلب جوجل سكولر، هتلاقي ابحاث كتير جدا في الموضوع دوت. وحتى موضوع الانفراستراكشر، موضوع الذكاء الصناعي، كل الحاجات دي اصبحت جزء من البيم وبعد. بس حتى الان ما استقروش على التركيب، يعني هما في دلوقتي وايت بيبر، وايت بيبر ما خدتش موافقه ان خلاص احنا استقرينا ان ده ال 9 دي او ال 10 دي. بس فعلا في ابحاث كتير جدا بتقول الذكاء الصناعي، في حاجات بتقول البراماتيك، في حاجات بتقول الفيجوال رياليتي والاوجمنت رياليتي اللي هما رقم 11 و12 في الابعاد. بس هي الفكره كلها انا مش مهتم بالرقم او مش مهتم بالتسميه قد ما مهتم بالشغل نفسه، لان ممكن مش مهم الاسم، مش مهم التسميه، المهم هيعمل الحاجه دي ولا لا، مش مهم حتى الشهاده. يعني في ناس، انا في اسئله كتير على الشهاده اجاوب عليها ان شاء الله، بس مش مهم الشهاده قد ما مهم انا عارف اشتغل ولا لا. في ممكن تلاقي حد واخد شهاده قويه جدا في البيم بس هو مش عارف يشتغل، او واخدها نظري تمام. فمش بقول ان شهادته وحشه او ان هو وحش وكده لا، بس انت الشركه عايزه واحد يشتغل نظري ولا عملي. ممكن في شركه محتاجه حد ان هو يبقى فاهم البيم وفاهم الدوكيومنتيشن، وفي شركه تانية لا هي عايزه حد يشتغل بايديه وهكذا. فاللي جاب حضرتك ان شاء الله لا، في كل البرامج بنبدا نربطها في الحاجه دي. طيب استاذنكم احاول اجاوب على الاسئله سريعا. في حد كان بعت سؤال على موضوع الشهادات. هل في شهاده معتمده؟ في شهادات معتمده، شهادات نوعين، في شهاده البرنامج ان انت تعرف تشتغل على تكله او بتعرف تشتغل على كذا، ودي شهاده معتمده. والمنظمه اللي بتعمل تحتها البيم، هو كان في اول ناس بداوا فيها الدول اللي هي فنلندا والنرويج والدول ديت، وبعد كده بريطانيا اصبحت من ضمن القاده في الموضوع وسنغافوره، ودلوقتي اصبح في الايزو اللي هي ايزو 19650. يعني تقدر تاخد شهاده ان انت معتمد من الايزو، او في بعض البري مثلا موجوده، بس للاسف الشهادات غاليه. فقبل ما تصرف فلوسك فكر ان هل هتستاهل ولا لا. يعني ساعات في بعض الشهادات بتوصل لنص مليون جنيه، حاجات زي كده تمام. فلا، انت عامل شركه خاصه بالفلوس ديت اوفر تمام. انا بالنسبه لي مش فارقه الشهادات قد ما فارقه معايا ان الراجل اللي هيجي يعرف يشتغل. يعني لو هو معاه شهاده ما شاء الله حاجه من امريكا وبتاع، بس قلت له ارسم لي الحاجه دي ومعاش عارف، مش هيبقى عدى الاختبار يعني. نبذه بسيطه، اختار البرنامج اللي حضرتك هتشتغل بيه، وان شاء الله يعني تلاقي التعليم بتاعه كله موجود على اليوتيوب وحاجات زي كده. طب ناخد انا المهندس احمد ابو العينين. عليكم. الحمد لله، الصوت واصل كده الحمد لله. الحمد لله استاذنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر سعادتكم سعاده المهندس هشام الشافعي على اعطائنا هذه الفرصه للمشاركه، ونشكر ادارتكم الطيبه الممتازه للمحاضره، ونتقدم لحضرتكم وللساده الافاضل الحضور جميعا باطيب التمنيات القلبيه
بحسن العمل الطيب في هذه الايام الفاضله، فكل عام وانتم جميعا بخير. وما اجمل ان نبدا هذه الايام بهذه الندوه العلميه الرائعه، فقد افاض علينا الموسيقار الرائع سعاده المهندس عمر سليم عزف هذه السيمفونيه الرائعه من خلال انتقاله من منشأ البيم. وما هو الفرق بين البيم في الاوتوكاد 2 دي او 3 دي، واهميه البيم بالنسبه لجميع الاطراف المعنيه بتنفيذ المشروع، سواء مالك او جهه مالكه او جهه استشاريه او جهه تنفيذيه او اقسام داخله في تنفيذ العمل. بصراحه افضت علينا كتير جدا من هذا المنوال، وانت اللي عندك كتير جدا يا مهندس عمر، اعطيت لنا نبذه. سؤالي هو ما هو كيف نربط النيفيس وورك بالبن عشان نشوف مراحل التنفيذ، فكان نفسي يبقى في محاضره منفصله لذلك. عايز بس اقول حاجه اخيره بالنسبه لموضوع المستشفى الصينيه، هي نفذت في 9 ايام، ويعتبر هذا شيء يونيك مميز وفريد، لكن اكيد وراء ذلك دراسه مستفيضه اخذت وقت غير معلن، وتجهيز المواد لتوصيلها في الوقت المناسب ده شيء يحسب لهم. If you can plan it you can do it، هو ده اهم شيء في الموضوع اللي انا دايما بقوله، ان هو البلان اهم شيء عشان توصل للنجاح المطلق. اكرر شكري لسعاده المهندس هشام الشافعي لاعطاء هذه الفرصه، واكرر شكري لسعاده المهندس الخلوق عمر سليم على ما افاض عليه بنا من علم طيب، وجزاكم الله خيرا. الله يكرمك استاذنا الفاضل. طبعا هو موضوع ربط بين البيم والبرامافيرا او اي برامج من برامج البلاننج، الموضوع بسيط خالص. تمام، في برامج كتيره جدا بتعمل الموضوع دوت، مش نفس وركس بس، في برنامج مثلا زي في برنامج زي فيوزر ده هوت لسه بيفتح، وده اقوى بكتير جدا جدا من النفس وركس. في برنامج سينكرو، تمام، ده في حاجات شغل عالي جدا، لو حضرتك بصيت على القائمه دي هتلاقي حاجات اقوى بكتير جدا من النفس وركس. حقيقه كل اللي احنا بنعمله باختصار، مش هطول اكتر من دقيقه، يعني التايم لينير اللي هنا، تمام، ببدا احط الداتا سورس بتاعي اهي، برومافيرا او ام اس بروجكت او سي اس في، بقول له مثلا اربط لي، فبيبدا يختار لي الملف، فبيبدا يجيب لي كل الجدول الزمني اللي موجود في المشروع، تمام، ام بي اكس، تمام، وبعد كده بختار الحاجه اللي انا عايز اربطها بيها، ويبدا هو بقى ايه يشوف العنصر ده من يوم ايه ليوم ايه. طبعا لو انا ماشي بالاسماء مظبوطه فبتلاقي الموضوع اسهل بكتير، يعني يبدا يشوف الاسم ده والاسم ده ويربطهم ببعض، تمام. فالموضوع بسيط بس محتاج وقت، يعني عشان ايه نشرحه، بس دي نبذه سريعه، واي وقت حضرتك فاضي ممكن نقعد نشرحه مع بعض ان شاء الله باذن الله بالتفصيل باذن الله. شكرا مهندس عمر. ناخد المهندس مصطفى الناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير باشمهندس، والله يعطيك العافيه وشكرا على اتاحه الفرصه. معك المهندس مصطفى الناصر من المملكه العربيه السعوديه. شرفنا باشمهندس. الله يسلمك. بس عندي سؤال، طبعا البرنامج البم مرتبط طبعا اكثر شيء اركيتكت، سيفل اركيتكت، ام اي بي، الكتريكال، ميكانيكال اند بلمبنج، بس انا تخصصي تقنيه معلومات واتصالات، هل في موجول او في مكان اضافه مثلا البنى التحتيه الخاصه بالكوميونيكيشن تيليكوميونيكيشن، يعني نفس تبع البيلدينجز والسيتيز والاوفر اول، يعني اليوربان سيستم، نقدر نربطها في نفس البرنامج؟ والله يعطيك العافيه وشكرا لك. ده حقيقي احنا اشتغلنا بكاف كذا مشروع، منهم مثلا مشروع بوليفارد كان 18 مبنى، وكان في جزء خاص بالكوميونيكيشن، وكان عندنا حاجات خاصه بفودافون واريدو، دي شبكه عامله زي فودافون، وكان في موديل خاص بجزء التليكوم، تمام، فما فيش اي مشكله خالص ما دام جزء من المبنى بيتحط كل الانفورميشن، وده بيسهل موضوع الكلاشات. يعني كان من ضمن الموضوع ان الاسلاك بتاعه الكوميونيكيشن كان عايزين نعمل نبعدها مسافه معينه عن مصير الميه حسب الكود، تقريبا تحت الارض كانت في حدود متر حاجه زي كده،
فموجودة برضو معانا في قلب الشغل وملتزمين ان احنا نعمله في قلب الشغل. طيب هذا خاص بالمباني، طيب بالنسبة للمدينة ككل، مثلا الأبراج، البيدستال، مان هولز، الدكت بانكس. مظبوط. ما هو انا اللي بقول لحضرتك عليه ده يعتبر زي جزء من المدينه، ده 18 مبنى عباره عن شارع اسمه بوليفارد، وده برضو فعلا بيتعمل بحيث ان هو يبقى، يعني انا كنت شغال في جزء من اللوسيل، فاللوسيل كلها هتعمل فيها نفس الموضوع، الشبكات ديت، ولازم اسلمهم مخططات، ولازم اخد كان في اجتماع دوري كل اسبوع مع الناس بتوع المدينه كلها بحيث ان نوصل لبعض، انا مثلا هاخد من النقطه دي على ارتفاع كذا، يبقى هو برضو هيكمل على نفس الارتفاع، والموديل كان متشارك مع الناس كلها بحيث كله يلتزم بيه، يعني كل مبنى هياخد مثلا من الشارع، فهي انا النقطه اللي هياخد منها. فلا كان المشروع منظم جدا، يعني بحيث ان هي تتعمل مدينه سمارت سيتي ان شاء الله. في مقاطع للفيديو على اليوتيوب نقدر نستفيد منها خاصة بالاتصال موجوده بالمهندس. موجوده كتير. شكرا جزيلا، يعطيك تحت امرك. العافية أستاذ خالد، وكل عام وأنتم بخير مقدم. حضرتك بخير يا شيخ. شكرا جزيلا. الله يكرمك. شكرا مهندس مصطفى. ناخد المهندس أعتقد كمال الجبالي، مش كمال، مش كده مهندس كمال؟ مهندس كمال الجبالي؟ مهندس كمال معانا؟ مهندس كمال. طب ناخد مهندس أحمد الهلالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشكر المسؤولين على المحاضرة ديت، وبشكر المهندس عمر على المجهود الرائع. أنا كان استفساري يعني إيه هي الحاجات اللي أنا ممكن محتاجها أو اللي أنا أقرأ فيها عشان أزود معلوماتي أكتر عن البيم، يعني مثلا لو أنا هبقى مسؤول عن البيم في مشروع معين مثلا، يعني أنا البيم مانجر مثلا أو البيم سبيشاليست، إيه هي يعني طبيعة شغلي هتبقى عبارة عن إيه؟ هل بس أنا هبقى مجرد يوزر للريفت، ولا في مثلا حاجة معينة مثلا بشتغل، يعني منهجية معينة بشتغل بيها، في مثلا اسلوب معين او طبيعه معينه للشغل، او يعني بيبقى فيه فاندمنتالز معينه لطبيعه الشغل بالنسبه للبيم، ولا يعني بس يعني هو ده ايه اللي هي الحاجات الاساسيه اللي المفروض الواحد يعرفها عشان لو حب ان هو يشتغل في مجال البيم، غير طبعا ان مثلا انا ممكن اكون ايه يعني بتعامل، يعني اكيد مثلا لو انا مثلا مهندس في السايت مثلا، فانا اكيد لو هبقى جوه المشروع بيشتغل بالمنهجيه دي اكيد برضو هبقى ايه بتعامل معاها يعني، وبيبقى في حاجات معينه مثلا انا هبقى برضو ايه المفروض ان انا ابقى ملم بيها، يعني او ابقى على درايه بيها. طيب بص يا فاضل، كل واحد حسب التخصص بتاعه. انا ملاحظ ان اغلب الموجودين هنا يعني اساتذتي، ويعني كلهم يعني مديرين مشاريع وناس احسن مني وافضل مني وحاجات زي كده، وده هفترض او هجاوب على اساسه. يعني لو واحد لسه خريج وكده فاكيد هيتعلم برامج الموديلنج مثلا، برنامج نفسه ورك اسم من برامج البيم الخاصه مثلا بالبلاننج او خاصه بالكوردينيشن. فانا هتكلم دلوقتي لو واحد مدير مشروع وعايز يستخدم البيم، هل لازم ياخد كورس ريفيت او ياخد كورس اركيكاد؟ لا بالشرط. تمام، انا حاليا فعلا بدي كورس وان شاء الله هسجله كله وانزله مجاني ان شاء الله لكل الناس اللي عايزه تتعلمه، كورس خاص لمديري المشاريع اللي عايز يستخدم البيم كتولز. تمام، فهو مش مطلوب منه يعني كل كورس مش قايل له ايه ابدا ارسم حوايط وابدا ارسم شبابيك، لا، ازاي هو يبدا يستخدم الوثائق الخاصه بالبيم زي الاي اي ار، زي البيمكشن بلان، زي يبدا يفهم الحاجات دي، ازاي يراجع الموديل من غير ما يسطب ولا برنامج عنده على الجهاز. تمام، يعني بابسط الطرق يقدر يدير المشروع بالبيم ويقدر يستفاد من كل مزايا البيم من غير ما يرهق نفسه او يخش يتعلم تكنولوجيا ممكن تكون بتتجدد شويه. فلا احنا ممكن نراجع الموديل اونلاين من غير ما نسطب اي برامج خالص، ممكن نعدل، ممكن ندي تعديلات للناس يعملوها وهكذا.
فان شاء الله دي بسيطه جدا، كل واحد حسب التخصص بتاعه يقدر يلاقي اللي هو عايزه في البيم ويقدر يدخل على اللي هو عايزه بالظبط. يعني كان معانا واحد مثلا متخصص في الاستدامه في الجي ساس، كنت انا مظبط له الملف جاهز ان هو يدخل يلاقي كل الحاجات اللي هيقراها من غير ما نقول له خد اتعلم ازاي ترسم حوايط او كذا، لا عملنا له جداول الاسكادول تقرا اوتوماتيك الشغل بتاعنا بحيث ان هو يقدر يستفاد منها بابسط الطرق الممكنه. تمام، يعني احنا مش عايزين حد يبذل جهد كبير عشان يستفاد من البيم، لا اقل جهد ممكن حسب التخصص بتاعك تقدر ان انت تاخد كل المزايا. ان شاء الله يبقى في حاجه خاصه بمدير المشاريع ما تكونش فيها ان انت ترسم حاجه او ان انت، لا تكون سهله ان شاء الله. شكرا، شكرا جدا. ناخد تاني المهندس كمال، يحاول يفتح المايك. مهندس كمال الجبالي، مهندس كمال يبدو عندك مشكلة في المايك بتاعك. مهندس كمال تفضل. مهندس كمال للأسف صوتك مش وصلنا. مهندس كمال تاخد. مهندس أحمد الهلالي، ايوه يا فندم، انا كان سؤالي عن اللي هو لو حابب ازود معلومات في البيم. خلاص طب اوكي شكرا. المهندس محمد نور الدين، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا باشمهندس. صراحة أشكركم يعني وأشكر الجمعية وعلى رأس المهندس هشام والمهندس عمر على المجهودات المبذولة كتير لكل المهندسين يعني واللي بيتابع أكيد يعني مش من مصر بس. لكن أنا سريعا سؤالي، أنا تخصصي في تخطيط المدن وحابب أعمل دراسة عن المدن الترندي يعني في بعض التوجهات اللي طالعة جديد دلوقتي اللي هي المدن منخفضة الكربون، فإزاي أعرف أستفيد من التكنولوجيا البيم في ان انا احاول او يعني اوثقها في منهجيه معينه يصير سهل ان انا الزم بها البلديات او تستخدمها البلديات في انشاء وتطوير الاحياء الجديده كمدن منخفضه الكربون او احياء منخفضه الكربون. يعني هتكون المنهجيه هي تستخدم سواء للتحول العمراني القائم او اذا كانت مشاريع جديده يعني. يعني انا حابب اسمع من المهندس عمر خبراته، طبعا اكيد هم اشتغلوا على سكيل كبير زي مثلا زي ما تفضل على مشروع قصير او حاجه زي كده، لكن كان ده على نواحي البنيه التحتيه، لكن فيما يخص المدن منخفضه الكربون اعتقد بتبقى في سنسورز وحاجات، لكن برضو انا لسه ما عنديش خلفيه عن البيم، فعشان كده حابب افهم هل هو هيفيد في الموضوع بحيث ان انا احاول اطور نفسي فيه واستخدمه معايا في المنهجيه اللي انا شغال بعدها او لا. وجزاكم الله خير. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا على السؤال. في برامج كتير جدا متخصصه في موضوع الكربون وموضوع المدن، والفكره كلها البيم هيفيدك ان انت تاخد المعلومات جاهزه وتقدر تعمل محاكاه للقصه دي، زي برنامج مثلا الاي اي اس. تمام، بتقدر تعمل محاكاه للمدينه كامله بحيث ان هو يعمل لنا بقى مش بيم، يبقى يعمل لنا سي اي ام، سيم اختصار سيتي انفورميشن مانجمنت او سيفل انفورميشن مانجمنت، الاثنين صح. فبنلاقي عندنا برامج محاكاة قوية جدا هوريها لحضرتك خاصة بالمدن، مثلا برنامج زي الاي اي اس. الاي اي اس ده اتعمل بيه مدن كاملة اهوت، تقدر تدرس السولار شادو ستادي. طبعا احنا عندنا حاجتين، لو انت لسه بتفكر في الموضوع او لسه بتعمل تخطيط للمدينة فبتقدر تعمل محاكاة قدر الإمكان،
او المدينه اتعملت خلاص فبتبدا تحط سنسور والسنسور ده يقرا. على سبيل المثال في سنسور مثلا بيتركب على الالواح الشمسيه، تمام، بحيث ان لو في فتره من الفترات لقينا ان القرايه بتاعت الالواح الشمسيه قل كلها مره واحده هنبدا ندرس هل في مشكله في الكربون، هل في مشكله في كذا، نبدا نشوف الموضوع دوت. فبيفيد كتير جدا، وبالذات ان احنا بنربطه بالذكاء الصناعي، لو حصل مشكله يبدا يفكر في حل المشكله دي ويبدا يحلها في اقرب فرصه. تمام، ف في برامج كتير جدا، واعتقد منهم الاي اس ده اشهر واحد فيهم، ومش عارف هو بيقيس الكربون ولا لا، بس اعتقد ان هو بيقيس. ولو انت عندك مدينه كامله هتقدر ان انت تاخد المعلومات اللي انت عايزها من خلال السنسور. البيم يفيدك ان انت عندك قاعده بيانات، في عندنا البيج داتا دي مشكله كبيره جدا اللي هي كميه المعلومات الضخمه، فالبيم ممكن يرتب لنا المعلومات ديت ويقدر يجيب لنا الاستفاده ونحولها لحاجه نقدر نقيسها ونقدر ان احنا نستفاد منها ان شاء الله. تمام، شكرا مهندس عمر. ناخد المهندس وليد بركات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذنا الغالي. الله يكرمك، حياك الله باشمهندس عمر، وشرفتنا ونورتنا واستفدنا من المحاضره الجميله دي، ونشكر الجمعيه اللي سمحت لنا بالفرصه الطيبه دي ان احنا نسمع الكلام الجميل ده. يعني الله يكرمك استاذ، الله يبارك فيك، ومجهود مشكور سواء على منصه الجمعيه او على غيرها من المنصات اللي بنلتقي من خلالها. يعني أنا بس علشان وقت الزملاء أنا ليا بس نقطتين، هم مش تساؤل قد ما هم يعني هايلايتنج يعني على موضوع إنه حتى الآن البيم يعني مجموعة من التولز والأدوات والبرامج والأبليكيشن كتيرة جدا، لكن المنهجية نفسها يعني بنلاقي صعوبة إن احنا نقنع بيها المستويات الإدارية العليا، ويمكن أنت بقى كمتخصص بتلاقي الموضوع ده أكتر مننا. يعني فكرة إن إحنا نطلع بمستوى أو لصاحب القرار بإنه إحنا نستخدم البيلدينج انفورميشن موديلينج في شيء من الأعمال، يعني من الصعوبة، يعني موضوع بيصعب إنك تبني القناعة دي من خلال تجاربك. يعني اكيد انت عندك حاجه يعني تساعدنا بيها او توجهنا فيها ازاي نوصل للمرحله دي. الحاجه الثانيه، واضح ان الادوات والبرامج والحاجات في البيم بيعتمد على حاجات متعدده، كل متخصص بيلاقي ابلكيشن او برنامج او تطبيق مختلف تماما عن الثاني. يعني اللي بيشتغل في التخطيط العمراني غير اللي بيشتغل في الميكانيكا غير اللي بيشتغل في الكونستراكشن. في دليل مثلا في يعني حاجه بتعمل ترابط بين البرامج دي، بتدينا فكره انه اقرب شيء ليك كذا، وبتربط بالريفت، بتربط بالاوتوكاد، بتربط بالبرامج الثانيه، لانه الواحد عشان يعتمد على 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 يعني كالمجموعه اللي عدت في السن زي حالتي كده، بيحس ان في مشكله انه يوصل للمعلومه دي، انا هشتغل دي اجيب ايه وهربطه ازاي ويتقابل فين. فهل في دلائل او حاجه بتجرب الافكار دي والبرامج والحاجات دي للي عاوزين يشتغلوا بيم يعني، او يستفيدوا منه مش هم هيشتغلوا بنفسهم يعني. شكرا جزيلا واسف للاطاله، بس انا حبيت اسلم على حضرتك واشكرك على التواجد الرائع ده. الله يكرمك استاذنا الفاضل. طيب بالنسبه لموضوع ان انت تقنع العميل، فتبني البيم او البيم ادوبيشن ثلاث انواع، من فوق لتحت ومن تحت لفوق ومن الجنب. من فوق لتحت الحكومه بتجبر الناس وده اقوى حاجه، من تحت لفوق ان السبلاير بيقنع وده ضعيف خالص. الحاجه اللي بعد كده ان الشركات بتغير من بعض، الشركه تلاقي ان الشركه الثانيه حققت نجاح من موضوع البيم فتبدا انها تتفكر في الموضوع وتبدا انها تتبناه. اقوى حاجه ان الحكومه نفسها، يعني تخيل السعوديه تقول ايه ان لازم المشاريع كلها اللي هيشتغل فيها يكون بيم، فدي اقوى حاجه. بالنسبه للموضوع وتقنع العميل ان انت تقول له انا اشتغلت في مشروع كذا وفرت كذا، العميل اهم حاجه بالنسبه له هتوفر قد ايه من الشغل، حتى لو البرنامج قوي او كذا هو اهم حاجه بالنسبه له المشروع فعلا هيوفر ولا لا. ثاني حاجه بالنسبه للحاجه حضرتك بتقولها، فانسب حاجه ليك الكود السنغافوري، وده شرحناه بالتفصيل
لان هو الكود السنغافوري مقسم نفسه بشكل حلو قوي، في كود للمعماري، كود للانشائي، كود للام اي بي، ويقول لي الام اي بي يدخل امتى وده يدخل امتى، فده منظم بشكل قوي جدا، يعني اقوى بكتير من بقيه الاكواد اللي الواحد يعني قريت الكوري والبريطاني والامريكي. الامريكي في كذا واحد لان هم مش نظام، مش حاجه موحده يعني، كل مدينه لها كود، بس هو احسن حاجه هتستفاد منها وهتلاقيها ممتعه جدا ومنظمه زي ما حضرتك شايف الديتيلز والستيج ودي يدخل قبل ايه، وهو مش كود واحد، ده مجموعه من الحاجات حسب التخصص، واحد للديزاين، واحد للشوب دروينج وهكذا. تمام، ده اعتقد هيتلم في جدا ليك، هو عباره عن جايد يعني بيشرح الحاجه تتعمل ازاي، مش بيدخل في الكود ستاندرد، وحتى في حاجات خاصه بالعقود، حاجات خاصه بترتيب الشغل وهكذا. تمام، شكرا مهندس عمر، وشكرا للمهندس وليد لحضورك المتميز معنا ومشاركتك في هذه المداخله. كان في المهندس كمال جبال ما قدرش يخش معنا، لكن كتب سؤال يا مهندس عمر على الشات وقال عنده مشكله في الصوت، ايه الفرق بين البيم والجايس؟ الفرق بين البيم والجايس، هم نقدر نقول ان الجايس ده عباره عن الغابه نفسها، والبيم هو عباره عن المباني، فهما الاثنين بيتم دمجهم مع بعض. يعني حتى لما الناس بتتكلم في السمارت سيتي بيقول لازم يبقى عندنا نظام للجي اس موسع، تمام، والبيم بيبقى عباره عن اجزاء بنبدا نحطهم في الاماكن بتاعتهم. وطبعا اقوى شركه في الجي اس اللي هي شركه اسري، اللي هي عامله ارك جي اس برو، اخر اصدار نزل كان مسميه ارك جي اس برو، بدات تعمل شراكات او تبدا تعمل اتفاقيات مع برامج البيم زي اوتوديسك، بحيث ان هما الاثنين يقروا بعض بشكل قوي، ان انا لو عندي موديل هنا اقدر ادمجه مع بعض. يعني ممكن الجي اس حددت المدينه كلها بس مش قادره تدخل معلومات المباني، عامله الشبكه بتاعت المكان كله بس مش قادره تربطه بالمباني، وانا عايز اقرا كل الاستهلاكات بتاعت الميه وبتاعت الكهرباء وبتاعت كذا، فبربطه بنظام البيم. لذلك اصبح في دول كتير قوي لازم تديني موديل البيم بحيث ان انا ادخله عندي. يعني سنغافور برضو عامله حاجه زي كده ممتازه جدا، ان انت تقدر تقرا كل المعلومات الخاصه بكل المدن اللي معرضه للايجار اونلاين، اي حد يقدر يدخل ويشوفها، والقصه يعني لذيذه قوي. فالاثنين مرتبطين ببعض دلوقتي، واصبح مثلا لو في مدينه كامله بيبدا يجمع الموديل بحيث، وده اعتقد ان هو شغالين في الموضوع ده في دبي. تمام، طيب في اسئله على الشات ناخدها برضو. كان المهندس عيد، من اين نبدا لبناء نموذج مشروع ما، واي البرامج المفضله للبدايه في عمل وبناء النموذج للمشروع؟ طيب، من اين نبدا كشركه؟ كشركه بتبدا تدرس المشروع، وبالشرط ان هو تعمله اوتوكاد، لا ممكن تبدا تعمله كبيم. ايه البرامج المفضله؟ ده حسب الشركه نفسها، تمام، يعني ممكن نلاقي الشركه كلها بتستخدم الاوتوكاد، فنبدا نشوف اقرب برنامج بيم للاوتوكاد بحيث ما ناخدش وقت في ان احنا مثلا نتعلم برنامج جديد وحاجات زي كده. فبتختلف من شركه لشركه ومن مكان لمكان وحسب الحاجه. يعني في بعض المشاريع بنستخدم برنامج معين، مشاريع تانية بتستخدم برنامج تاني. هو الاشهر دلوقتي برنامج الريفت، بس في بعض الشركات بتقول لك لا انا مثلا متعود على الاركاد، خلاص بتشتغل اركاد لان هو بيبقى قريب قوي من الاوتوكاد والمشاكل بتاعته اقل يعني. تمام، ناخد السؤال الاخير من الشات برضو، المهندس محمد عبد الغني، هل هناك تطبيقات لتكنولوجيا البيم في مجال الووتر ريسورسز انجينيرنج والفلود ريسكس اناليسيس؟ في حاجات كتير قوي، بالذات شركه بنتلي من اقوى الشركات اللي عامله لكل واحده من دول خمس ست برامج بشكل قوي جدا، وفي برامج كتير جدا متخصصه في الحاجات ديت. يعني في حاجات بتدخل في تفاصيل جامده جدا وكورسات كامله جدا في موضوع الانفراستراكشر والووتر ريسورس والفلود ريسك اناليسيس. واصبح دلوقتي كل البرامج مرتبطه من بعض زي ما قلنا بالاي اف سي او الجي بي اكس ام ال، يعني ممكن تعمل موديل وتستفاد منه من اكتر من حاجه.
تمام، شكرا للمهندس عمر وشكرا للأخوة الحضور على مشاركتهم التفاعلية التي أثرت هذه المحاضرة. جزاكم الله كل خير، ألف شكر حضرتك أستاذ محمد. يعني كان هذا الحضور الأول لك في فعاليات الجمعية، وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة متكررة تحمل فيها الكثير من النفع والفائدة. الأخوة الأفاضل، كان هذا نهاية لهذا اللقاء المتميز مع محاضرنا المتميز المهندس عمر سليم في البم. على موعد بلقاء إذا قدر الله البقاء وأمر باللقاء السبت المقبل إن شاء الله. ختاما نهنئكم بقدوم العشر، ولعل مما أسلق الصدر أحد الأخوة المشاركين الذي اعتبر هذا العمل من ضمن أعمال الخير التي نسعى إليها جميعا، سواء معدين أو محاضرين أو حضورا في أيام العشر. جزاكم الله خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا، وتقبل من المهندس عمر ما قدم في هذا اللقاء المتميز، وجعل الله في ميزان حسناته. شكرا للحضور الطيبين ولفريق العمل الذي يقف خلف هذا العمل الممتد منذ أبريل 2020. المهندس عمر في كلمة أخيرة لو تحب تقول حاجة. جزاكم الله كل خير، أنا حابب أشكر حضرتك وحابب أشكر كل الحضور، ويعني أتمنى وأعتذر عن أي خطأ أو نسيان، وجزاكم الله كل خير. جزاكم الله خير. الأخوة الفاضل، أشكركم جميعا على هذا الحضور المتميز، إن شاء الله نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الراغبين في شهادة حضور عليهم تعبئة نموذج التقييم الموجود في الشات والموجود على حساب الجمعية على قناة التليجرام، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.